طيب مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الوطنية الأولى، مرحبا بكم في برنامج مع الناس. تعودتوا بنا يظهر يوميا معكم من 6 ل 8 ساعتين من زمان، نطرحوا معكم كل الأحداث الآنية تقريبا والحدث الآن. تشكيل الحكومة القادمة، الحكومة الجديدة للبلاد التونسية، رئيس الجمهورية يكلف رسميا السيد محمد الجملي اللي هو مرشح حركة النهضة. باش نرجع للموضوع هذايا بعد قليل، ثم باش نحكيه على الحزب الدستوري الحر. هذا الحزب هل هو ظاهرة سياسية أم امتداد لخمسين سنة حكم؟ هذا كل شوفوه مع ضيفتنا سيدة عبير موسي بعد قليل. ثم في جزء آخر باش نحكيه على الاستعدادات الأمنية مع الناطق الرسمي لوزارة الداخلية. وفي الختام باش يكون معنا الثقافة دائما كما عودناكم في برنامج مع الناس، باش نحكي وأيضا على مهرجان الفن المعاصر في دورته الثانية. نبدأ برنامجنا وقلت باش نحكيه على الحزب الدستوري الحر. تحضر معنا الأمينة العامة للحزب الدستوري الحر سيدة عبير موسي، مرحبا بك. شكرا رئيسة الحزب. مرحبا بك سيدة عبير موسي رئيس الحزب وأيضا رئيسة الكتلة في مجلس نواب الشعب. أيضا يحضر معنا منجي الخضراوي رئيس تحرير البرنامج، وفي التحليل يحضر أيضا معنا السيد محمد الصحبي الخلفاوي باحث في العلوم السياسية. مرحبا بك الصحبي، أول مرة في التلفزة الوطنية. مش أول مرة. مرحبا. باش نحكيو أكثر تفاصيل بعد شوية، لكن الخبر يفرض نفسه. رئيس الجمهورية يكلف مرشح حركة النهضة السيد محمد الجملي، نشوفه في التقرير هذا ثم نعود للحديث. رئيس حكومة جديدة مقترح من رئيس حركة النهضة الفائزة في الانتخابات التشريعية، يقدم لرئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ماراثون لقاءات مع الأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. فالحبيب الجملي كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة الأسبق علي العريض والمتحصل على دبلوم تقني سامي مختص في الزراعات الكبرى ودبلوم مهندس أشغال دولة في الفلاحة ودبلوم مرحلة ثالثة في الاقتصاد الفلاحي والتصرف في المؤسسات ذات الصبغة الفلاحية. اشتغل أيضاً بالوظيفة العمومية، شغل خلالها عدة مهام إدارية وفنية وبحثية، وشارك في أشغال عدة للجان داخلية ووطنية ومجالس إدارة لشركات عمومية ذات الصلة بالقطاع الفلاحي. ومهما اختلفت الأسماء، يبقى التساؤل الأبرز إلى أي مدى يمكن لهذه الشخصية المقترحة أن توحد الأحزاب حولها في انتظار ظهور الدخان الأبيض بين قرطاج والقصبة. طبعاً كان هذا الخبر منذ تقريباً ساعات أو أقل، تكليف رئيس الحكومة بتشكيل الحكومة مرشح حركة النهضة سيد محمد الجملي. مدام عبير موسي، مرحبا بك أستاذة عبير موسي مرة أخرى. كيف تابعتي هذا التكليف اليوم؟ والله الحقيقة ما خديش حيز كبير من اهتماماتنا شيء هذية، باعتبار أنه أحنا نعرفوا أنه الحكومة هذه الشخصية هذه بغيرها، كل حكومة اللي هي مبنية على برامج، اللي هي مبنية على أفكار ومقترحات، اللي هي مبنية على رغبة حقيقية وإرادة سياسية صادقة في الإصلاح والتغيير وإخراج تونس من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية، ما عندها ما تغير. هذا شخص من ضمن الأشخاص، الله أعلم يكون هذا مرشحهم النهائي أو فما مناورات في الأفق ولا لا. أتوا الشهر هذا الدستوري واللي ينجم يقع تمديد فيه أتوا يورينا هذا الكل. الحدث هذايا معروف، ستنطلق توا عملية الميركاتو، شكون هوني شكون هوني شكون هوني، الولاءات المحاصة الترضيات، باش تلقى الأحزاب توا اللي باش تجيبو باش يقول لك اعطيني الداخلية اعطيني العدل اعطيني. لكن هذا ياخذ حيز من اهتمامكم ولا؟ هذايا احنا اللي قاعد ياخو في حيز من اهتمامنا هو إعدادنا لمداخلتنا في خصوص مشروع قانون المالية 2020، القانون التكميلي متاع ميزانية 2019، مقترحاتنا اللي هي جات في برامجنا الاقتصادية والاجتماعية والمالية والهياكل اللي نحبوا نحدثوها والتنقيحات اللي نحبوا ندخلوها على بعض القوانين، قاعدين نحضروا في مبادراتنا التشريعية وندرسوا في هذه القوانين، قاعدين نخدموا على مستوى الحزب أيضا وهياكلنا وتوسعتنا وأنشطتنا. يظهر لي أهم الميركاتو، وفي الأخر كيف ما قلت لك احنا نعرفوا النتيجة مسبقا، النتيجه ستكون الفشل ثم الفشل. سنعود ثم الفشل. للحديث عن ذلك استاذ عبير موسي. منجي الخضراوي، اليوم
معناها توقعات الكل انه ممكن يصير ما يسمى بالبلوكاج. اليوم وصلنا الى تكليف شخصيه، الشخصيه هذه كلفها رئيس الجمهوريه وهي مرشح حركه النهضه لتشكيل الحكومه. كيفاش اليوم تراوي الخبر هذا؟ هو اولا ثم اجال دستوريه لابد من احترامها، معناها ثم تاويل يقول انه هذه الليله هو اخر اجل لتكليف رئيس حكومه من اجل اتمام اجراء شكلي نهايه المطاف. قد لا يكون هو المرشح النهائي لحركه النهضه، معناها حركه النهضه لم تتجاوز الخلافات الداخليه حول مرشحها. نحن امام موازين قوى داخل المجلس، كما شفنا مثلا البارح في انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب المعادله تبدلت، مش كما تم انتخاب رئيس حركه النهضه لرئاسه مجلس النواب ثم اتفاق تقريبا بين 4 أو 5 كتل. سمعنا سيف الدين مخلوف وقت يصرح قال اتفقنا مع النهضه ان نصوتوا لهم مرشحهم ويصوتوا لنا المرشح. وقت مشى ورشحوا يسرى الدالي البارحه في دوره ثانيه، رغم اللي النهضه اعطت اصواتها واتلاف الكرامه اعطوا اصوات، جو في حدود الاكثر من 70، يعني وهي نتيجه منطقيه. في حين نشوفوا المرشح الاخر جاء في حدود 90، بمعنى انه يمكن ان تتشكل قوه بالمعنى العددي للكلمة داخل المجلس تكون ضد أغلبية النهضة، يعني أن النهضة تعلم أن أغلبيتها ليست أغلبية مريحة، وأن ربما الجهة التي تضمنها نسبيا وليس ضمان بنسبة 100% هي ائتلاف الكرامة. بقية الأطراف وبقية الكتل قد لا تكون متفقة مع النهضة، وهي تدرك جيدا عسر هذه الولادة وصعوبة تشكيل الحكومة، وبالتالي تكون إما أن تقدم تنازلات في مستوى الوزارات، لأنه أصبحنا نتحدث عن تقسيم لوزارات، ثم 4 وزارات سيادة معروفين فيهم زوز لرئيس الجمهورية، وتبقى الداخلية والعدل من اختصاص الحكومة. هذا يجري التفاوض حوله. وما ننسوش اللي ثم قلب تونس قال أنه صوت لراشد الغنوشي في رئاسة مجلس النواب مقابل أن يتم تكليف شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة. نشوف أنه هذه الشخصية شخصية قريبة جدا من النهضة. راشد الغنوشي قال يمكن الصف الأول أو الصف الثاني أو الصف العاشر أو أصدقاء حركة النهضة. هو كان كاتب دولة في حكومة حمادي جبالي وأيضا العريض. وما يمكن ملاحظته أنه تقريبا ثالث كاتب دولة يخرج من وزارة الفلاحة ويشد رئاسة الحكومة. شفنا الحبيب الصيد جاء كاتب دولة من وزارة الفلاحة، شفنا يوسف الشاهد جاء كاتب دولة من وزارة الفلاحة، والآن شوفوا جملي يعني مرشح لرئاسة الحكومة. يمكن أن يكون هذا ترشيح نهائيا إذا تمكنت النهضة من أن تجمع الكتل اللازمة من أجل أنه يتم يحوز الثقة. هذا ما نحبش يأخذ هذا الخبر حيز من الوقت، لأنه مش نحكيه بعد شوية مع الأستاذ عبير موسي، لكن فقط المشهد السياسي اليوم إذا كانت وصلنا في الأجيال الدستورية يتم تكليف معناها رئيس حكومة لتشكيل الحكومة، فلا يعني هذا بالضرورة أنه مش تكون عندنا حكومة أيضا قبل شهرين طبعا بالسيد الحبيب الجملي هو اللي بشي شكل الحكومة. شوف لازمنا ذكره فقط بالأجيال الدستورية. الأجيال الدستورية تتحدث على شهر لهذا المرشح الأول، هو مهوش رئيس حكومة، هو مرشح لرئاسة الحكومة، يمكن التمديد فيه بشهر آخر. السؤال المطروح من سيقود مفاوضات تشكيل الحكومة؟ هل سيكون المكلف بتكليف هذه الحكومة أم الحزب الذي رشح هذه الشخصية؟ أعتقد أن السي الحبيب الجملي لم يعرف عنه نشاط سياسي سابق أو قدرة على المفاوضات السياسية. أعتقد أنه باش يصير تحول في مركز ثقل المفاوضات السياسية من قصر الضيافة اللي باش يكون فيه موجود أكيد السي الحبيب الجملي، باش يتحول إلى مكان آخر، وأساسا سوف يكون البرلمان. أعتقد أن جزء من أسباب هذا الترشيح هو سحب الإمكانية من هذا المرشح للمفاوضة لترك المكان للحزب أساسا حركة النهضة، الحزب الذي رشحه لقيادة هذه المفاوضات والتصرف في تشكيلة الحكومة القادمة كما يمكن أن يلائم تحالفاتها الجديدة والقديمة. طبعا احنا نحكي على مفاوضات قادمة الأيام القادمة هذه القليلة، معناها هي اللي باش تكشف شنو باش يصير بالضبط في علاقة بنجاح السيد الحبيب الجملي في تشكيل الحكومة. منجي انت حكيت على
لصالح المرشح طارق الفتيتي، قلت في علاقة بالانتخاب سيد عبير موسى وسيد عبير موسى، تقول لك اللي هما صوتوا للمرشح الفتيتي في علاقة باش يكون هو النائب الثاني، وانت قلت من بعد ائتلاف الكرامة وحركة النهضة وكأنه فماش اليوم معناه ما وصلش المرشح نتاعهم السيد يسري أداوي الدالي باش يكون هو النائب الثاني، تصوتتم لصالح الفتيتي؟ احنا صوتنا ضد مرشح ائتلاف الكرامة يعني. طبعا الاسم في المقابل ما هوش من الدواعش ولا من اصدقائهم ولا من مشتقاتهم، يعني هو شخصيه ما دخلناش في تقييم الشخصيه، دخلنا في انه سنقطع الطريق على مرشح الاخوان واصدقاء الدواعش والفوضويين اللي الناس كل تعرف موقفنا منهم، وحبيناه جواب واضح ورسالة مضمونة الوصول بعد أقل من 24 ساعة على رفع ممثل هؤلاء لشعار رابعة في البرلمان في الجلسة الافتتاحية، لأنه هذا شيء ما هوش مقبول، وهذا يتنافى مع مدنية الدولة، يتنافى مع النظام الجمهوري، يتنافى مع دستور البلاد اللي هو دستور مدني بقطع النظر على محتواه اللي احنا مش موافقين عليه، لكن من حيث المبدأ احنا اليوم في دولة عندها دستور مدني وعندها قوانين مدنية وعندها مدنية الدولة وحادثتها وبرجيبيتها. احنا لهنا هذه الرسالة اللي وجهناها لهم وانتصرنا في هذا، وصوتوا للرئيس المجلس والنائب الأول، صوتوا بأوراق ملغاة. لا، رئيس المجلس كنت أنا مرشحت كتلة الحزب الدستوري الحر، اللي هي النائب الأول، حصلنا على أصوات كتلتنا مع أربع أصوات، البحث جادي من كل الأطراف شكونهم الأربع أصوات نشكرهم بالمناسبة اللي صوتوا لنا. وبالنسبة للنائبة الأولى اللي هي جات في إطار الصفقة يعني ضد الطبيعه اللي ما بين الحزب الثاني وتنظيم الاخوان، صوتنا باوراق ملغاه وخرجت في النتائج 17 ورقه ملغاه. حتى في التصويت للنائب الثاني في الدور الاول صوتنا باصوات ملغاه وخرجت 17 ورقه ملغاه. في الدور الثاني عندما قررنا قطع الطريق على مرشح ائتلاف هذوما اللي هزين شعار رابعه، الحمد لله انه مر هذا المرشح ضد مرشح الاخوان. بما ان رجعنا للجلسه الافتتاحيه ونتحدث على الجلسه الافتتاحيه، عدد كبير من الملاحظين اللي تابعوا الجلسه الافتتاحيه يقولوا ما سارتش بالسير العادي، ما كانتش بالصوره اللائقه لافتتاح جلسه افتتاحيه لمجلس نواب جديد. باش نذكروك باداء القسم في هذا الفيديو ثم نعود. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس. صار سيدة، ما كنتش نجم تستنى حتى يتم أداء القسم وبعد تعلن على اعتراضك أنه ما يكونش القسم جماعي بالطريقة هذيك، وتحدثت على غيابات وغيره، علاش كان البداية والمؤشر هذايا للتوانسة كان غير سليم الحقيقة؟ غير سليم ليهم هما مش لينا احنا، هذول هذيا واضح، لانه احنا اعتراضنا اللي كانوا على كل المشاركين في الجلسه لا، هو اعتراضنا على طريقه اداء القسم. كيفاش تقول لي خليها تتعدى ومن بعد عمل نقطه نظام؟ شنو باش يكون موضوعها نقطه النظام؟ احنا قبل ب 48 ساعه من اللي جاتنا نهار الجمعه، جات المساج نتاع دعوتنا للجلسه الافتتاحيه، قالوا اقراوا جدول الاعمال على موقع المجلس، حلينا نلقاو اداء اليمين بصفه جماعيه، هذه بدعه أولا وغير قانونية وغير دستورية.
الفصل 58 من الدستور واضح يؤدي كل عضو بمجلس نواب الشعب اليمين الدستورية ويعطي لكن فما نظام داخلي يوضح ذلك. خلينا نكمل. النظام الداخلي ما ينجمش يكون أعلى من الدستور وما يلزموش مادام هو في مرتبة أقل من الدستور ما يلزموش يتعارض مع الدستور. القانون اللي هما بدا رئيس مجلس النواب بالنيابة اللي قبل شيخ الإخوان قال لنا الفصل 532 وعبارة القانون وبدا يدخل في القانون. فما الفصل 493 مجال الالتزامات والعقود يقول لك من عليه أداء اليمين يؤديها بنفسه. هذه حاجة معروفة. كان باش نرجعوا للعرف الدولي والعرف السياسي تفرجوا في برلمانات العالم الكل بشرقها بغربها وبعثنا لهم فيديوهات. كل نائب يقف ويحط يده على القرآن وإلا حتى فما شكون اللي ما يحطوش يديه مع القرآن في أي جهات أخرى كل واحد وشنو المفروض عليه يؤدي وحده. ونقول لك اللي يلزم يؤديها صحيحة. وفما في برلمانات تغلط حتى في الشكل متاع الكلمة رئيس الجلسة يقول له سيد النائب تعاود اليمين. اليمين ما يلزم تزيد عليها حتى حرف حتى كلمة ما تقولهاش غلطة وتنطقها صحيحة ويلزم تكون فردية وشخصية لأنها نابعة من القلب وفيها التزام من النائب بأنه حقيقة يكون بالواجب متاعه. ممكن تكون جمعية تنقص من اللي تقول فيها أولاً وقت اللي تكون جماعية أولاً ما تنجمش تثبت استحالة تثبت أن كل عضو قام بهذا الأداء لأنه حتى أنتم معكم تصوروا الكاميرا تصور الصفة الأولى أنتم تلوف في الكاميرا هذيك كان ما تكلمناش احنا الصفة الثانية اللي فيها وليد جلاد وفيها مهدي بن غربية وفيها كمال حمزاوي فارغة الصفة اللي من غادي فيها العذاري وفيها البحيري فارغة يعني هما زادة ما أديوش القسم مع الجماعة داخل لأنه سوء تنظيم كبير في الجلسة وهو الأكبر سنا اللي حطوه يسير ما يعرفش يسير بين أنه هو ما يعرفش أولا من باب الاحترام أنه نائب قال لك نقطة نظام أنا ما قلت حتى شيء قلت نقطة نظام تنجم يا إما تقولي ما عندكش الحق مدام أستاذ عبير يقول ما زلت ما عندكش أنت صفة النائب وقت الكلام مادام ما أديش القسم مالنا كان ندخل توا نلقى واحد ما عندوش صفة في البرلمان مترأس الجلسة نقول له ما عنديش حق نتكلم حتى نأدي اليمين منين جابها القاعدة هذه؟ أنا صفة النائب خذيتها من يوم الجمعة 8 نوفمبر بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات يجي توا لليمين أنا كيف استدعيتني أنت في الجلسة الافتتاحية عندي صفة النائب وبالتالي أي أمور شكلية في الجلسة الافتتاحية تعنيني ومن حقي أني نقولها. هو خلي نقول لك كان ينجم يقول لي ما عندكش الحق الكلام هذا كان ينجم احتراما للمجلس يقول لي ما عندكش الحق يا نائبة وكذا كان ينجم يسمعني في نقطة النظام اللي أنا كنت بش نقول لهم راني أوردت رسالة فيها رد على ما جاء في رد رئيسة المجلس كان ينجم يسمعني وبعد ما يستجيبش لكن هو مقرر هو والمجموعة متاعه والتحالف اللي عاملينه هي شنو اللي تسوى في البرلمان وهما 17 نائب توسطهم ما يوصلش أعمل باساج اون فورس هذا خليه ما يثبتش أن النواب ما هوش في الجلسة ونقول لك علاش النواب ما همش في الجلسة لأنه صار سوء تنظيم ما بين إدارة المجلس وما بين هيئة مكافحة الفساد من المفروض احنا قدمنا تصاريحنا تصريح بالمكاسب هما يعملوا ما بيناتهم الغكوب ما هما خرجوا نواب من الجلسة قالوا لهم إيجي وقال شنو الديشارج ما وصلتش وحكايات أمور إدارية وخليهم يأديوش يمين هو ما عملش أبيل ما قالش أي السيدة النواب راهي باش تبدأ توا جلسة أداء اليمين ما طلبش الالتحاق أما بعد العشية وقت اللي يحبوا على بزية صوت للمرشح متاعهم وقفوا الدنيا وباش يعملوا تمديد ربع ساعة وعملوا أبيل للنواب على خاطر مصلحتهم أما أداء يمين تتفرج فينا العالم أجمع هما بيدهم زوز نواب من أهم نوابهم أداوش اليمين وقاموا بعد كل نواب بأداء اليمين بعد ما تكلمنا أحنا وبعد ما قلنا احنا وبعد ما وليد جلاد وبرشا ناس عملوا عريضه وقالوا ما اديناش اليمين قالوا نعاودوا اليمين هذيك وشفتوا الظروف واكثر حاجه عملوها خرق للقانون بعد ما صار هذيك ايقاف الجلسه ياخذوا الترشحات لرئاسه المجلس خارج الجلسه وحدهم فقنا بيهم يتبعوا في الاوراق جينا نشوفوا فاش تطبعوا قال لك هاوكا غازي الشواشي وراشد الخديجي مترشحين لكنه مبرمج زعما مترشح فما مروان في الفيل اللي مترشح وقت اللي النظام الداخلي اللي هما يحبوا يطبقوه يقول تلقي ترشحات يتم داخل الجلسه يعني الناس هذوما طابخين الطبخه وفي بالهم هما باش يهيمنوا ويسيطروا كي وقفنا احنا وتمسكنا بالقانون وتمسكنا بتطبيق الدستور اولا ثم النظام الداخلي اللي هما متمسكين لكن استاذ عبير موسى انتم تعرفوا اللي فما ليه يعني تكونوا مستعدين باش تقدموا ترشحات مستعدين احنا مستعدين هما رفعوا الجلسه ومشيو قدموا ترشحات ما نعرفش فين بيرو وخرجوا الاوراق وطبعوهم وباش يحطونا قدام الامر الواقع
في حين انه ترشحات تقبلوا في الجلسه نفسها ويتم الاعلان عنها. انت قدمت ترشح نتاعك مخر بعد ما اللي هما طبوا الاوراق، احنا اعترضنا وقفنا لهم وقلنا ما يصير الشيء هذايا. وقتها قالوا له اعلموه المستشارين القانونيين نتاع رئاسه المجلس، قالوا له راه هذايا ما يجيش، ولا تخلوا هو وقال هانا باش نفتحوا اجيل. وقتها خذيت انا ترشح نتاعي. ما نحبوش نقعدوا نطيلوا لانه معناها تم الحديث طويلا على الجلسه الافتتاحيه وما شابه افتتاح هذه الجلسه التي يشافوها التوانسه الكل ويستناو فيها لمجلس نواب جديد منجي بسرعه في علاقه باداء القسم. اليوم تقول لك سيد عبير موسي علويه الدستور القانون الداخلي، ما يجيش الدستور معناها اعلى من القانون الداخلي، وهي استندت الى الدستور في علاقه بالاداء كل نائب بمفرده لاداء القسم. حسب رايي ثمان نقطتين. الجزء الاول هو المطعن الشكلي اللي قدمته الاستاذه بقطع نظر على اهميته. هو كي يشوف الاصل في الاشياء بالفعل يجب ان يكون اداء القسم شخصي لانه ثم نواب هي غايبين. هي بعثت الرساله لم يجي ما تمكنتش فما هو اجابه من اداره المجلس. لا جاوبونا وحتى جاوبنا عليهم، وانا خذيت نقطه النظام باش نعلم الراي العام اللي الاجابه راهي ماهوش مقبول معناها. تناقشنا في القانون خاطر نقطه قانونيه تناقشنا، هو عمل الباساج اون فورس وتجاهلني وما حبش يعطيني نقطه النظام. بعد هذا انا سمعت رايين. راي اول يقول انه المطعن الذي قدمته الاستاذ عبير موسى هو مطعن صعب وفي محله ولا تثريب عليه. رأي آخر يقول لا، أنه النظام الداخلي واضح وجرت العادة أنه تم كما هكا. كان في المجلس كان السابق يفترض كانت الأداء القسم كان جماعي. كان يفترض أنه مانيش ملزمين بها عملوا وحدهم. كان يفترض المكلف الأكبر سنا قبل أن يصبح رئيسا للمجلس أو القائمين في المجلس يقدم رد، هل أنه الطعن اللي قدمته صحيح ولا لا؟ لأنه الديمقراطية هي في الآخر شنو هي؟ موش حكم الأغلبية وإنما احترام الأغلبية لرأي الأقلية. ثم مطعن تقدم لك جدي مش جدي تجاوب عليه. نحب نفهم وسمعنا أسادات القانون الدستوري خارج المجلس اللي معاه ولا ضد، أما نحب نسمع رأي ذلك المجلس هل أنه القسم يؤدب بشكل شخصي ولا جماعي. الجانب الثاني بدأت رائحة المعركة وغبارها يشتم قبل أن ندخل الموسم السياسي. بس قالوا ذي أفونغو من المجلس يعني القادم كيفاش يعني بيكون؟ أمام غريق في المستوى الاقتصادي اسمه تونس، أمام ديون تتراكم كل يوم، أمام إشكاليات اجتماعية تنبئ بإمكانية الفوضى العنف خلال الجان في المقر، فأنا نرى بدأت مشاغل المجلس هل نؤدي اليمين جماعة أم فرادة، وهل ندخل قاعة الاجتماعات بالساق اليمنى أم باليسر. بدأنا في هذه الإشكاليات التي تنبأ حسب رأيي بأنه سيكون المجلس فيها العديد من الصراعات خارج المشاكل الحقيقية للتوانسة. هو مجلس للتشريع ربي كله، هو مجلس للتشريع، هو باش يشرع القوانين. إذا هو من الأول يخرق القوانين والأعراف القانونية والسياسية يولي اختار ماهيش مسألة يمشية أداء اليمين. احنا في المحاماة نبداو بخوموسيون فينا 200 و300 نقفوا بالمحامي نأديو اليمين. عمرها ما صارت مجلس نواب شعب كيفاش كانت معناها ما تجيش. محمد صاحبي الخلفاوي وانت باحث في العلوم السياسيه، المسائل هذه تطرح الان بقوه في مجلس نواب الشعب والتي يعتبرها البعض شكلي، يقول لك مش هذا يهمنا. الحقيقه فقط ملاحظه صغيره، اعتقد انه اداء اليمين بطريقه جماعيه او بطريقه فرديه لا يخالف في الحالتين، لا يخالف الفصل 58 من الدستور. الاشكال مطروح في مستوى اخر حسب رايي. بدايه اعتقد انه الراي اللي يقول انه النائب لا يكتسب صفته الا بعد اداء اليمين، اعتقد انه راي غلط، لانه السيد راشد الغنوشي وقت اللي تراس الجلسه الاولى اكتسب صفه النائب، ويتم اكتساب صفه النائب بعد الاعلان النهائي عن نتائج الانتخابات. ولكن الاشكال مش لهنا، هذه مسائل شكليه حسب رايي. اللي ريناه البارح مفتحات للموسم البرلماني اللي جاي كما قال سيمونجي. أعتقد أن السيدة عبير موسي تميزت بخطاب قائم حسب رأيي على الشعبوية، على المخاطبة المباشرة للناس، على لفت النظر لمواقفها المعادية للمنظومة في جانبها السياسي وفي جانبها المؤسساتي. وأعتقد أن السيدة عبير موسي سوف تواصل 5 سنوات القادمة على هذا النسق. هل هذا سوف يكون على حساب العمل البرلماني؟ أنا نحب نقول راهو البرلمانات مجعولة للصراع، البرلمانات مجعولة للخصام.
الوظيفة الأساسية للبرلمانات هي اللي تسمى بالفرنسوية لفونكسيون ديليبراتيف، المحاورة. والحوار باش يكون بالطريقه هذه، رينا برلمانات في العالم اجمع معناها خيبه الامل اللي تحطوا عليها البعض في علاقه ببدايه الجلسه الافتتاحيه ليست لها معنى. اعتقد انه لو كان برلمان عاقل والناس الكل كيف كيف، احنا طيحنا المنظومه نتاع ما قبل 14 جانفي بسبب انه المجلس كان عاقل انتراتر. ولكن لابد للبرلمان انه يكون مجال للحوار ولا النقاش ولا الصراع. اعتقد انه السيده عبير موسي وكتلتها، ومش كان هي اكهو، سوف تميز الخمس سنوات القادمة في هذا المجلس في علاقة بالصراع أساساً مع رئاسة المجلس التي تسيطر عليها حركة النهضة حالياً، العدو الأساسي للسيدة عبير موسي. نرجعوا نحكيوا، لكن خلينا نشوف على اللي قالوا السيدة من فضلك باش نرجعوا نحكيوا، لكن خلينا نشوفوا باقي عدد من النواب شنو كان موقفهم بعد الأداء القسم من خلال الفيديو هذايا، ثم نعود. التوتر اللي عملته السيدة عبير موسي، واللي احنا هو عادي في الديمقراطيات وغيرها، ولكن احنا نعتقد هو النظام الداخلي فصوله هي واضحة أن القسم يؤدى جماعيا ولا يؤدى فرديا. ممكن بشوية وعي وشوية تحمل مسؤولية أنه يلعب الدور المناط بالعهدة متاعه ويعطيك الصورة الطيبة اليوم للتوانسة، لأنه التوانسة ما عندهمش صورة جميلة اليوم على برلمان 2014-2019. أستاذ عبير موسي، معناها حتى في اعتراضك لم يوافق العديد، حركة الشعب، التيار الديمقراطي، هل يعيش الحزب الدستوري الحر عزلة اليوم حتى داخل المجلس؟ احنا ما نعتبروش هذه عزلة، احنا هذه خيارات سياسية. إذا كان الناس توا كيما اللي تعدى توا محامي، إذا كان فما ناس ما يحبوش يقولوا كلمة الحق، وبالنسبة لهم كلمة الحق يقولوها على كاخت، وقت اللي تبدأ تهمهم هما يقولوها، كي تبدأ تهم غيرهم ما يقولوهاش، هذا ماهوش ذنبنا. أنا نحب نعلق على اللي قاله الأخ، راهي احنا اللي لنا نتاع فوضى لا باللغة اللي توا يحبوا يقنعوا بها الناس وتبلبيز ومناوشات، لا. أما هاو من توا نقولها أنا على الملأ، إذا كان باش تكون سياسة المكلف اليوم بتسيير الجلسات وبتسيير شؤون المجلس إنه باش يتجاهلنا، وإنه باش يعتمد الباساج اون فورس، وإنه باش يحتقرنا، وإنه باش اللي كان عجبكم نعمله راهو باش يلقى منا الصد، وباش يلقى منا أكثر من جلسة هذه، وإحنا حقنا ما نسكتوش عليه. إذا كان يحبوا يحترموا أنفسهم، نقطة نظام ناخذ نقطة نظام، تسمعني ومن بعد قرر اللي تحب، وانا قرر اللي نحب نتحمل مسؤوليتي. قانون تطبقه، فما تراتيب تطبقها، كان باش يمشيو بتطبيق القانون احنا ما عندناش وقت اصلا للمناكفات معاهم، احنا حاسمين فيهم سياسيا، نضالاتنا ضدهم سياسيا. ست تواصل باش نطلبوا نهار الاثنين تقرير اللجنه البرلمانيه حول التسفير شبابنا لشبكات التوتر، وينو التقرير هذاك؟ احنا باش نطلبوا لوديت والتدقيق الشامل في المؤسسات وفي الفلوس وين تصرفت، وفي المليارات والهيبات والقروض اللي غرقوا فيها البلاد وصلنا للديون اللي احنا فيها توا. داخلين ميزانية تاع 2020، مشروع ميزانية عندك 19 مليار دينار كتلة أجور، أكثر من ميزانية تونس كلها في 2010 داخلين بها كتلة أجور، وفي المقابل عندك أكثر من 11 مليار دينار ديون. هذوما ويتكلموا وقال لك تويكا مازالوا يحاصوا ومازالوا، احنا باش نكونوا صوت المواطن، باش نكونوا صوت الشعب، ما عندناش الشعبويه، عندنا التمسك بكلمه الحق، وباش نكونوا صوت الدوله المدنيه الحديثه. قلت قبيله في شمس فيم ونعاود اليوم، اي تصرف من اصدقاء الدواعش ومحامي الارهاب، رفع شعار رابعه، الايحاء باي حاجه توحي تاع دواعش والا مس من الدوله المدنيه، باش نتصلوا بالنيابه العموميه وباش نعتصموا، مش احنا نقدموا شكايات والقضاء ما يحلش، نعتصموا ونمشيوا للاشكال النضاليه اللي تتصوروها الكل في اطار القانون. استاذ عبير، استاذ عبير، المطلب مهم جدا اللي تقول فيه، استاذ عبير مهم جدا، ما ندخلوا في الفوضى، احنا حقنا ما نسلموش فيه قبل هذا، مهم جدا اللي تقول فيه. لكن المطلب اللي انت تحط عليه، المطلب انت تحط عليه، تحط عليه العديد من الحدثيين والكتل الاخرى اللي ما يتفقوش معاكم، وحدكم باش تقدموا المطالب هذه، ما فماش كتل اخرى ممكن تتفقوا معاها في الاراء هذه؟ احنا باش نقدموا وتحطوا ناس قدام مسؤوليتها. فما كتل تدعي مكافحه الفساد، وانت حكيت على التدقيق، فما شو شوفوهم، ما فما ناس ترفع الشعارات وفما ناس تطبق، احنا نطبقوا، احنا ما لناش شعارات.
احنا وقت نلتزموا بحاجه نطبقوها. قلنا باش نكافحوا من اجل كشف جريمه شكون قتل بالعيد وشكون قتل ابراهيم، رغم اللي هما ناس اللي حلونا حزبنا ناس ضدنا وناس كذا، احنا مبدئيين. عندنا دم نتاع توانسه، عندنا دم امنيين، عندنا دم جنود، عندنا صوره تونس، عندنا اقتصاد وطني يهدموه. يا خويا تعمل لي تدقيق في هذا الكل، والقضاء يتحمل مسؤوليته في شكايات الكل. اليوم الكتل اللي ريناه في نهارين خدمه راهو شيء يندله الجبين. كتل تنعرفوهم تجمعين كيفنا، تجمعين تدخلوا للتجمع قبلي انا، يراو القانون يتخرق ما يتكلموش، يراو شعار الرابعة يترفع ما يتكلموش، يراو الظلم بعينيهم ما يتكلموش. إلى متى شنو اللي يخليهم يسكتوا؟ ما نعرفوش. التوافقات يستنوا في بلاصة يستنوا، ما نعرفوش. احنا باش نحملوا مسؤولية الناس الكل، عندنا قوانين باش نقدموها في إطار القانون، يحبوا هما يكون مجلس هذا يحترموا القانون ويحترمونا، باش ناخذوا حقوقنا في كل الليجان، حقوقنا في مكتب المجلس، حقوقنا في الجلسة العامة، كل حق قانوني عندنا ككتلة الحزب الدستوري الحر باش ناخذوه، باش نحضروا في الجلسات ما نقعدوش بحذاهم من توا نقولوا لهم من غير ما تحطونا بحدا ائتلاف الدواعش، وما ما نحكيوش معاهم، لكن نقوموا بعملنا البرلماني. شكونوا معهم يوميا مدة خمس سنوات سيد عبير موسى؟ سنخاطب والعمل باش تلقاو رواحكم في نفس اللجنة، سنخاطب الشعب التونسي في اللجنة راتيو ما وقفناوش. استاذ عبير موجي الخضراوي اليوم الحزب الدستوري الحر، هل يلخص معناها العمل نتاعو باش يكون في المجلس انه باش يقدم وانه باش يطلب تدقيق مالي وغيره، لكن هو يعيش عزلة عن باقي الكتل، كيف هذا شرف لنا؟ إذا كان كيفاش باش ينجح في ذلك؟ هذا شرف لنا بربي، هذه ملاحظة، شرف لنا أن نكون في عزلة مع تنظيمات سياسية قابلة أنها تحط يديها مع الخوانجية، هذا وسام على صدورنا، ولا يعتبر عزلة، يعتبر موقف مبدئي ونصرة لموقف الشعب التونسي اللي هو بورقيبي حادثي مدني. لا تغير مرة أخرى عبير موسي في موقفها في علاقة طيب. حسب اعتقادي فإنه الحزب الدستوري داخل المجلس لن يكون في عزلة، لأنه السياسة هي في نهاية المطاف هي علم موازين القوى، أو كأننا إزاء فيزياء بشرية. تشوف في الانتخاب طارق الفتيتي كانت هناك نقطة التقاء بين مجموعة من الكتل، من بينها التيار ومن بينها حركة الشعب ومن بينها بعض المستقلين، والحزب الدستوري صوتوا لطارق الفتيتي حتى يعني ليكون مرشح ائتلاف الكرامة هو يعني كان ضد، يعني هناك قضايا سترد للمجلس في هذا الاتجاه، يعني يكون هناك التقاء موضوعي بين هذه المجموعات أو هذه الكتل من أجل الاتفاق. ولكن أنا أود التعليق في استعمال عبارة محمود دواعش، معناها لا أريد أن أقدم شهادة، ولكن للأمانة يعني بالنسبة لسيف الدين مخلوف يعني لم يقدم إنابة واحدة في المحاكم وأن أتابع الشأن القضائي بشكل دقيق. لا وش تقصد محامي بالمعنى المحامي؟ محامي الدفاع، معناها وقت اللي مدرسة الرقاب الناس الكل شافت الجريمة الإنسانية ضد أطفالنا وشافت أنه مدرسة تفرخ في الإرهاب، خرج هو يدافع عليهم وجيلوا كي الجمهورية قالوا كانك راجل تهبط لي لتونس، هذا يتسمى محامي مش بالمنطقة نتاع تلبس الروبة، محامي معناها يدافع عليهم. وقت دخولك الإرهابية في الميناء شكون مشى لعمل العركة على خاطرهم؟ وين فما إرهابيين؟ توا حكاية الإس دي سات والأمور اللي يحكيوا فيها الكل، يعني محامي بمعنى أنه ينطق باسمهم ويحب يدافع على حقوقهم ويحب يعتبر أنه من يقتل ومن يذبح ومن يفجر ومن يرتكب الجرائم الإرهابية أن نحفظ له حقوق الإنسان ونرفع أشعارات تاع حقوق الإنسان. أستاذ خليه يكمل. شكرا. من أجل تنسيب الأمور قلت لك أنه سيف مخلوف مثلا وأنا لست هنا في وارد دفاع لي، لكن لأني أعرفه لم يقدم ولو إنابة واحدة للدفاع عن من تلطخ يديه بالدم أو رفع السلاح، وأعرف هذا بشكل دقيق. لكن خطابه في بعض المنابر الإعلامية نعم الخطاب كان الموقف السياسي للأسف في تونس مدرسة ترقيب واحد ما الموقف السياسي في تونس، هناك مواقف يعني من برشا جهات، هناك مواقف بررت التعذيب. أستاذة تعرف اللي في التسعينات وقبل التسعينات صار تعذيب في تونس، هذا تجاوزناه كان تسمع تجاوزناه كان تسمع أستاذة تفضل هناك مواقف تدافع عن التعذيب إلى اليوم. لا هناك هناك سجنين تورطوا في التعذيب والقتل ورأينا حركات للدفاع عليهم، يعني يفترض هو عقلنة الخطاب السياسي في تونس مش من طرف واحد، من كل الأطراف، لأنه بالفعل في تونس اليوم شفنا في مجلس النواب، نعم أنا مع مجلس النواب متحرك معك الأستاذ، ولكن يجب أن يكون متحرك في اتجاه الإنجاز، أن يكون ناجزا، معنى أنه يقدم للشعب. مش معقول مثلا قانون الإرهاب بقى كداش هو يستنى في المجلس، القوانين المتعلقة بالإعلام أو بالاتصال السمعي البصري
عنده أكثر من عام ملوح واللي ما نجموش نحكوا على ديمقراطية دون إعلام حر. ثم العديد من القوانين العديد من القوانين اللي في المجلس تعطلت. ثم اتفاقيات أعتقد أنها ترتقي إلى مستوى الإضرار بالدولة التونسية وتم تمريرها. أخطر شيء هو أنه يتم تمرير الموقف باستعمال القوة، عدم احترام الأقلية، هذا خطير. ثانيا الأقلية إذا لم تحترم الأغلبية أيضا تخرج عن نطاق الديمقراطية. اليوم نحن بصدد التأسيس لمناخ ديمقراطي. تعرف حركة النهضة التي تعارضها الأستاذ عبير موسى كانت قبل 9 سنوات تعارض عبير موسى الذي كان يعارض من في السلطة. اليوم من كان في السلطة يعارض من كان معارضا، وهذا سوف يؤسس ويراكم المناخ الديمقراطي. النقطة الثالثة والأخيرة ذكرت على جيد جدا الدفاع في موقف الدفاع عن أو الكشف عن حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بالعيد والبراهمي وبقية الشهداء وهذا والتسفير. نعم هذا مهم جدا، ولكنك ربطت ذلك وقلت رغم أنهم حلوا حزب التجمع فقط وأنا كنت حاضرا لتلك الوقاع أنت صورت الفيديو وأنا من قام بتصوير ذلك الفيديو الشهير اللي تم فيه الاعتداء عليها داخل قاعة المحكمة في مارس 2011. أحد شهود الزور في تلك القضية البارح نائب بشر الشابي وهو اللي يرفع شعار الرابعة. طيب باش تفهموا وقتها شكون اللي حل الحزب. يعني كي تشوف الموضوع أستاذة اللي طالب بحل حزب التجمع ما هوش أولئك الذين يدافعون عن الشهيدين، وإنما المكلف العام بنزاع الدولة. يعني الدولة هي التي رفعت قضية كلفت المرحوم الأستاذ فوزي بن مراد كلفت المرحوم الأستاذ فوزي بن مراد للقيام بالإجراءات. وللحقيقة لابد أن يقال للتاريخ أن الأستاذ عبير موسى في الضغط السياسي اللي صار وقتها كنا نعرفه قرار سياسي بأي قضائية صار. طيب ولكن سيادتك وانت محاميه وكنت تنور القضيه اليوم موجود الحزب ما يقلقناش احنا كنت اسمع أستاذ. اليوم موجود اسمعني في هذه برد تفضل. انت قمت بخطا اجرائي، لو لم تقومي بذلك الخطا الاجرائي لما تم حل حزب التجمع. مش صحيح ذكرك به. لا مش صحيح ذكرك انا به. انا الموضوع هذايا قلت انا محاميه راهو ونحكي معك في القانون. ذكرك بالخطا انت قاعد تحكي اني ذكرك وبعد جاي تفضل خليه تفضل. في قانون الاحزاب عندما يتم حل مثلا حل حزب الاستئناف يتم لدى المحكمه الابتدائيه. الاستاذ عبير موسى أعتقد أنها كانت تعرف جيدا ذلك لأن هي من المحاميات المعروفين وعندها خبرتها وتدربت في مكتب أيضا مكتب جيد. لا يجب أن تقوم بمثل هذا الخطأ. خليني أجيب. ليه غالت في منجي لحظة أين طعنت في الحكم؟ لحظة كانت تسمع. ليه غنقول لك أنا مسلينكش أصلا. نكمل الجملة. الطعن وين تم؟ تم في محكمة الاستئناف. أي فماذا قضت محكمة الاستئناف؟ قضت ببطلان رفض الدعوة شكلا. يعني الذين اللي تسبب في حل حزب التجمع مش رفع القضية بل اللي دافع في حزب التجمع. الفكرة خليها تجاوبك لأنه أنت عندك معلومة غلطة سيمون. تفضل. لأني أنا رفعت كان في الابتدائي فقط، في الاستئناف مش أنا اللي طعنت في الحكم. عمل سامي جميل. سامي جميل لوحده قابل استئناف. ثم ثلاثة عملوا لا لا انا هاو باش تعرفوا المعلومه. انا ريتها الجلسه هذيك اللي انت صورتها. انا ماني خرجت تحت التهديدات وبالعنف وريتوش صار. ما نجمتش نعاود ندخل للمحكمه بلا تاريخ. استعملت بومبا غاز مستحيل مستحيل واقسم بالله العظيم قدام التوانسه الكل ريتوني. انت صورتني والفيديو نتاعك استعملته لاثبات براءتي لانه يدي كان ما فيهم شيء. انا ما استئنفتش. انا كنت ممنوعه من العودة إلى الدخول للمحكمة. من قام بالاستئناف بمفرده هو الأستاذ سامي جميل وارتكب هذا الخطأ اللي أنت تحكي عليه وهو اللي تسبب في أنه تم رفض الاستئناف شكلا. أنا كنت في داري وقتها. كل حال التجمع؟ لا يعني أنت المعلومة اللي عندك غلطة أساسا. الاستئناف عندي خلينا مانيش نحكي تجمعين. أنا ما قمتش بالاستئناف وانا في داري ممنوعة من دخول المحكمة ومهددة بالقتل. قالوا كان تعاود تحط ساقها في المحكمة نقتلوها. وذيك علاش انا كنت نجم نبعث كاتبتي تستينف لكن قلت اذا نهار الجلسة ما يخليونيش ندخل للقاعة وما نجمش نقدم مستندات الاستينف نولي بالحق انا تسببت في الرفض. انا ما استينفتش. كان استينفتي راك صححتي الاجراءات. ربما
كان سيدي فتو خلاوني انا نجم رئيس الحكومه. على غالب اذا اذا سؤال استاذه على غالب من حل؟ انا تحلت على وكيل الجمهوريه. نعرف نعرف. يوم 8 مارس تتذكر اي. اذا من حل حزب التجمع؟ السياسيون والثورجيون اللي هما ما يأمنوش بالديمقراطية. أول حاجة عملوها لحظة أنهم فرغوا الساحة السياسية للإخوان. المرحوم فوزي بن مراد، احنا أخلاقنا تخلينا نقولوا مرحوم رغم كل شيء، أنا معه في الجلسة. لكن الوضع فوزي في الوقت ذاك أستاذ عبير، لحظة واحدة، قلت له يا فوزي، خاطر فوزي راه كان تعامل معاه، قلت له يا فوزي راك باش تعطي، قلت له راك باش تعطي البلاد للخوانجيه باللفظ هذا، قال لي ابعدوا شي يهمكم، قلت له راهو انتم اليسار ما تنجموش تشدوا البلاد، قال لي ابعدوا شي يهمكم. ونقول لك قبل ما يتوفى فوزي بن مراد اتصل بيا في اطار بعد ما فاق بغلطه ولا محامي الباجي قايد السبسي وعمل المستحيل عن طريق سي محمد الماي، واتصل بيا قال لي انا غلط وتو ندير كل امر في النداء. قلت له النداء لا يلزمنا وليس حزب دستوري، والغلطه اللي عملتها انت هديت البلاد للخوانجيه وقت اللي حليت التجمع. انا جيت ضد الكارثه القانونيه وما ارتكبتش انا هذه الصفقه، واللي عمل الاستئناف غلط امشي قولوا له علاش عملته غلط. استاذ خلي سامحني منجي محمد صاحبي الخلفاوي يعني العلوم السياسيه يعني رجل مات رجل مات. انا استطيع أنا أكد لك أستاذة أن الأستاذ فوزي بن مراد مستحيل. على فكرة هو مات في أفريل 2013، ما زالت البلاد بعد شهرين من اغتيال شكري بالعيد وقتها ولا محامي البيجي قايد السبسي في الفترة هذيك. لا كانت مش محامي البيجي قايد السبسي، ماهوش صحيح. كان ينوب هو توفى بعد شكري بالعيد، بعد اغتيال شكري بالعيد كان ينوب في قضية بيرسيبوليس وقتها. انت غلطتي، والباجي قايد سبسي ينوب معاه في نفس القضيه، هذاك علاش ظهروا في الصوره مع بعض. ليه فما فتره معينه لي بالباجي يسال الدواعش والباجي الخضراوي وهو كان عضو هيئه الدفاع شكري بالعيد، وبعد ما عمل ندره على فوزي بن مراد قال هدد باش يكشف حقائق، بعدها بمده هو توفى. استاذ عبير موسي ما منحبش القوس هذا ما ياخذش حيز من البرنامج عنده معطيات غريبه مهم جدا معناها حتى التوانسه اللي تبعوا فينا ويحبوا يعرفوا فضيحه صارت هي قضيه المعطيات هذيا. محمد صاحبي الخلفاوي، لكن في نفس الإطار في الوقت هذاك في تونس كان مهم جدا حل معناها بين قوسين للتجمع، لأنه البلاد كانت ونعشر النجم مستعمل على كف عفريت، كانت إشكاليات كبيرة، كان ناس ماتت شهداء إضرابات وغيره، فكان قرار حل التجمع ممكن لعودة الاستقرار مبدئيا وأمنيا لتونس وقت. شوف لالا عندنا حاجة طور نسمع في الأستاذة عبير موسي تتكلم وريحت انه حماسها في الحديث على الماضي اكثر من حماسها على المستقبل. لا مش صحيح. لا عاد لا عاد. يا مدام يا مدام انت توا وليت نايبه لازمك تعرف انه يزمك تنجم تسمع الناس، اذا كان في المجلس باش تقص على المتدخلين ما نتصورش انه المجلس باش يكون يمشي بطريقه جيده. انا نصيحه مقدمها لك اذا كنت تسمح لي انه تحاول تسمع الناس. حزب الدستور تاريخيا لم يكن موحدا، كتله ماهيش متجانسه 100%. من المعركة ما بين المرحوم جلولي فارس وسي أحمد المستير ربي يطول في عمره إلى ما حصل في مؤتمر ما قبلها مؤتمر البعث في 55 في صفاقس إلى مؤتمر 72 في المستير إلى ما بعد تكوين التجمع الدستوري الديمقراطي. والأستاذ عبير موسي تكون خطا داخل التجمع الدستوري الديمقراطي الذي تكون مش على الفلسفة الدستورية القديمة فيما قبل 87 وإنما ما بعد 87، الخط السياسي الذي يبني الفعل السياسي على منطق قوة الدولة والقمع مش على الحوار والنقاش. اليوم الأستاذ عبير موسي فوزافي روبوندي على مسألة معينة اللي هي الشعبوية. أنا أكد لك أستاذ انه كل المختصين في الشعبويه متعاركين ما بيناتهم على الف حاجه وحاجه. ظهرت حزبك وانت كظاهره سياسيه اعتقد انه باش يصير عليهم اجماع انك تمثل خط شعبوي في البلد هذه وخط شعبوي احيائي. جاوبه اي باش تجاوبه خط شعبوي احيائي احيائي لما قبل 14 جانفي. الذي اقوله ان اليوم اثبتت انك تمثل كتله مهمه داخل الناخبين، ولكن كتلتك اللي تمثلها داخل الناخبين ما تنجمش تدعي على اساسها انه الشعب التونسي بورقيبي دستوري، لانه الشعب التونسي متنوع ورحمه من عند ربي انه متنوع. الخط اللي انت تمثله استاذه خط كان يمكن خطا اساسي في 2011 انه ما سمحناش للتساتره انهم يكونوا فاعلين سياسيين
ولا راهو الحجم نتاعهم يكون اقل برشا من الحجم اللي سيادتك تمثله اليوم. ولكن اليوم راك تمثل 17 نائب مقارنه ب 200 نائب اخرين لا اعتقد انهم كلهم تساترة. اليوم اكيد ان وجودك في البرلمان انت وحزبك مساله مهمه جدا للنقاش، لانك باش تكون اكيد في المعارضه، ولكن ايضا الادعاءات الكبيره احنا الشعب واحنا نعرف مصلحه الشعب واحنا نعرف انه الشعب معانا، الشعب ورا اللي هو ماهوش معكم استاذ عبير موسي، بل بالعكس رئيس الجمهوريه بغض النظر على المواقف منه، النجم يكون موقفي نقدي جدا ضد الاستاذ قيس سعيد رئيس الجمهوريه، ولكن وقت اللي صوتوا 3 ملايين شخص او تقريبا 3 ملايين شخص ضد كل ما تمثله سيادتك وحزبك من ظاهر، اعتقد انه الادعاء انك الشعب التونسي بورقيبي ودستوري بما يعنيه انك انت تمثله، اعتقد انها كلمه كبيره شوي. ايه يعطيك الصحه خليت وقتك توا الديمقراطيه ماخذه بجراحه توا لاباس الحمد لله الحمد لله. شوف انا لهنا ما جيتش باش يقع تقييم شخصي لخاطر الكلام اللي قالوا انت فاهم السياسيه استاذ اي مثال ممكن نقيموك استاذ انت توا عملت حكم وانا ريتك تقص عليا انت نتعلم عليك مشكلتكم تعملوا شعارات وما تعرفوش تطبقوها اللي ترفعوا شعارات شكون احنا فما ناس مغرومه بعرف عنهم شعارات انت اكثر شخص يرفع شعارات في استاذ كامل شفت يقول مازالك عطاني درس توا في عدم القطع اي فسدت لك اخلاقك سي محمد خليك يعطيني صحه يعطيني صحه استاذ عبير اثرت فيك في درجه استاذ عبير جاوب لازم شوف احنا اليوم رانا في 2019 وكما قلت لكم معناها في وضع كارثي على كل المستويات والحمد لله انه كل الارقام تبين انه الناس اللي تنظر علينا عندها توا 9 سنين والديمقراطيه والحريه والكرامه والشعب وهذايا الكل في الاخر ادت إلى انحدار اقتصادي واجتماعي وسياسي على كل المستويات. الشيء اللي قاله السيد إنه هو صنفني في خط معين وعمل لنا تصنيفنا، أنا نوجه لك دعوة لأن الحزب الدستوري الحر قاعد يحذر في الاحتفال بمئوية الحزب الدستوري 1920-2020 وفي المئوية هذه بشكون إن شاء الله بقدرة ربي من 2 مارس 2020 إلى 20 مارس 2020 ندوات فكرية ندوات ثقافية ندوات سياسية باش تكون فيها فما زاد كتاب أبيض إن شاء الله باش يخرج تو نحكيو فيه شنية التيارات وفي وسط الحزب الدستوري وشنية هذه الكل تو نستدعى احنا باش نخدموها بطريقة موضوعية باش نستأنسوا بالمؤرخين مش بفلان قال وبفلتين قال وبهيئة ما يسمى بحقيقة وكرامة والناس اللي تحب تحاكم بورقيبة احنا عمرنا ما حكينا باسم الشعب. الناس اللي جات بعد 2011 هي اللي حكيت باسم الشعب وهي اللي تحايلت على الشعب وقالت له بمجرد اسقاط النظام وحل التجمع تونس باش تولي جنة وحلوا له البيبليوتيك وراوه الفلوس وقالوا له هذه سرقوها هاو باش نوزعوها عليكم كيما توا قالوا له باش نوزعوا عليكم فلوس البترول والملح والعباد ماشي في بالهم باش تجيهم ماندة بتاع بترول وملح. يعني اللي حكيه باسم الشعب مش احنا، احنا اليوم نمثلوا قرابة 200,000 تونسي. سميهم انت 200,000 شعبوي 200,000 دكتاتوري 200,000 اللي تحب سميهم، موجودين 200,000 تونسي. ومن نكد الدهر أن النظام السياسي اللي عملوه القانون الانتخابي أنا نجيب عندي 189,326 ناخذ ناخذ 17 مقعد واللي جايب 116 و120 و160 ياخذ 20 مقعد. يعني هذايا باش تفهموا اللي حتى القانون الانتخابي لا يحترم إرادة الناخب. يعني أنا نحطك في المرتبة الثالثة انتخابيا نلقاك في المرتبة الخامسة في الكوتل. علاش؟ فما أحزاب أستاذ عبير فما أحزاب بالقانون الانتخابي هذايا قانون أعرج لا يحترم إرادة الناخب. لكن بالقانون الانتخابي هذاك كانوا عم تعطيهم 17 مقعد. سامحني سامحني خلينا نكمل. إذا عندك نايب واحد تعدى بالكوشن إلكتورال بقيت النواب نتاعك يا مدام تعداو ثلاثة أنا متعدي الساعة أنا اللي قدامي أنا اللي قدامك الساعة عندي أغلى مقعد في البرلمان شكون في بالك جبته ب 26,064 صوت جبت بهم مقعد والجماعة الأخرين اللي توا قاعدين قال لك الشعب صوت ضدي أنا طالعين للمجلس ب 2000 وب 1500 إذا أنا طالع ب 26,000 مقعد سوسة طالع ب 21,300 مقعد المنستير جينا الأولانيين في المنستير وطالع كيف كيف ب 26,500 إذا والبقية اللي طلعوا حتى كان بالبقايا ب 17,000 صوت 18,000 صوت 13,000 صوت معناه ال 2000 وال 5000 سورتو في الدوائر الكبرى
راني باش نفهموا انه احنا مقاعدنا خليناهم عن جدارة، واللي الناس اللي تنظر علينا بالديمقراطيه 9 سنين وتتهم فينا احنا ما عرفوش يعملوا اداء يمين، ما عرفوش يسيروا جلسه افتتاحيه، ما عرفوش يصوغوا قانون انتخابي، ما عرفوش يصوغوا نظام داخلي ويسحبوا دروس من عندنا احنا في الديمقراطيه. استاذ عبير موسي، على خاطر باش ما نخليوش التوقيت فقط بسرعه منجي شنو باش تقول، على خاطر اخر سؤال باش نختموا به الجزء الاول من برنامج. لا بالحق هو ما فيش ادنى شك انه ثم تنوع في البلاد والشعب التونسي متنوع. السيدة عبير موسى استطاعت رغم تشكيل العديد من الأحزاب الدستورية من شخصيات مختلفة استطاعت أنها تفتك تقريبا النواة الأساسية ويصبح عندها 17 نائب في مناخ ديمقراطي. ثم كتلة عندهم واحد برك موجودة، هي كتلة ائتلاف الكرامة يظهر لي عندهم واحد والبقية معناها بالبقايا، كيف كيف طبعا عندكم ثلاثة والبقية بالبقايا. يعني قانون انتخابي هو يدخل في لعبة الانتخابية. احنا ضرينا من البقايا راهو. يعني لا 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 قطع نظر ضريته، قطع نظر ضريته ولا استفدته. تعرفوا اللي القانون الانتخابي فيه البقايا وانتم اخترتوا انتم تدخلوا تحت منش. هذه الارضيه، وبالتالي فانه وجود 17 نائب ليكم ولا 20 ولا غيره لهذا يدخل في يعني باختصار ثم فسيفساء فكريه سياسيه في تونس، ثم ثم الاسلاميين ثم اليساريين ثم الدستوريين ثم القوميين ثم غير المتسيسين ثم تنوع كامل، هذا لابد من اثراءه فقط، لابد من عقلنه الخطاب السياسي بعيدا عن اجواء التشنج، لانه البلاد ما عادش تحتمل حاله التشنج. هذه كلمه اخيره نختم بها. شوف توا اللي يحكيوا على التنوع، احنا عمرنا ما جينا ضد التنوع، لكن احنا مع مشهد سياسي متنوع تحت مظلة الدولة التونسية المدنية الحديثية البرجيبية كفكر، والتوينسة هذايا مقرين به والنجم من هنا نتكلم باسم الشعب. أما إذا كان باش تقول لي مشهد سياسي متنوع بمعنى أني نقبل شكون اللي أدى الولاء للخليفة وأدى الولاء باش يمشي يحارب في بلدان أخرى وأدى الولاء باش يقتل لي التوينسة ويحب يبدل نظام الجمهوري ويردهولي دولة الخلافة واللي مع القرضاوي يفتي بالدم وبالقتل، هذايا ما يتسمىش تنوع سياسي، هذا تتسمى جريمة في حق الشعب التونسي. هذا موقف تحكي انت مش تنوع، تحكي فيها انت هو الخروج عن القانون الدستوري. احنا موجودين فيها، احنا انا اتحدث عن التنوع في اطار الدوله المدنيه الديمقراطيه ليس البرجيبي. رفع شعار رابع شنو؟ رفع شعار رابع شنو تنصر؟ يا استاذ ليه جاوبني عليه؟ يدخل في الحريه، يدخل في الحريه. شعار رابع في الحريه، هنا اختر، هنا اختر برجيبه، هنا اختر. برجيبه هو زعيم في تونس وهو ابدى الدوله التونسيه، لكنه ليس هو جوهر التونسيين. ما قلناش شخص، الفكر البرجيبي الحديث المستني. مش تعرف البارح وقت اللي صار نزاع بيناتنا اول كلمه قالوها الناس هذوكم شنو؟ ما انت برا شد الخيشه والسطل، اول كلمه قالوها لي في اول معناها كما تقولوا انتم منوشه واللي تحب. اول كلمه قالها لي ليه؟ لانه ينظروا للمراه نظره تحقير، برا شدك وجينتك وبرا تلاب صغارك وبرا تلهيب بالخيشه والسطل. احنا نتلهيو بالخيشه والسطل والصغار والزوج والعائله والقانون والقرايه والسياسه، وموجودين المراه التونسيه صمام امان للدولة المدنية الحديثية. أستاذ عبير موسي، باش نختموا الحوار لأنه ما عادش عندنا بالحق وقت، لكن سؤال أخير. اليوم التوانسة قلقوا شوية من الصراعات الإيديولوجية، يقول لك يزينا 8 سنين، ألا يغير الحزب الدستوري الحر فقط هذا الشعار في علاقة بأنه برنامجنا هو فقط احنا ضد الإخوان؟ الناس تحب تسمع برنامجكم، تحب تسمعكم شنو تحبوا تقدموا للتوانسة، على خاطر لا نريد أن يطغى فقط هذا هو معنى برنامجكم، فمش حاجه اخرى تقدموها للتونس. والله انا نستغرب، انا توا في التلفزه الوطنيه يظهر لي التلفزه اللي واكبت الحمله الانتخابيه، سينو لا لازم نرجع نشوف خذينا حظنا في الحمله الانتخابيه ولا الحزب الوحيد اللي تخلي الانتخابات في المستقبل. الحزب الوحيد اللي تخلى الحملة الانتخابية ببرنامج اقتصادي ومالي واجتماعي وتربوي وصحي وثقافي وفلاحي وبيئي وسياسة خارجية مكتوبة بكتاب وريناه لكم في التلفزه وعملنا ندوه صحفيه، هو الحزب الدستوري الحر. اليوم كان تقعد توا في عود تقعد تحكي لي على عبير موسي تمثل الخط شنية في التجمع وشنية تمثل، تقول لي اعطيني برنامجكم وشنو عملتوا في الاقتصاد وشنو ناويين في الفلاحه وشنو ناويين في الصحه وشنو ناويين في التربيه. جاي قانون الماليه، جاي قانون الماليه وش راوكم في القانون؟ يعني الكلمه هذيه نتاع ما عندكم حتى برنامج. احنا الدستور عملنا مشروع دستور، عندنا مبادرات تشريعيه في القانون الانتخابي وفي المرسوم الاحزاب ومرسوم الجمعيات والقانون الاقتصادي
الاقتصادي وقانون الاساسي للماليه وكل شيء، وعندنا برنامج مكتوب، ما تنجمش انت تغطي على هذا الكل وتقول ما عندكمش برنامج. مناهضتنا للاخوان مبدئيه ولن تتزعزع. الناس هذوما مادام يدينوا بالولاء للمرشد العام ويرفعوا شعار رابع ما نعتبروهش حريه، نعتبروه اعتداء على النظام الجمهوري في تونس، ومادام الناس مربوطين بيوسف القرضاوي اللي خرجوا فيديو محطوطه افتى باهدار الدم السوري والعربي وفي كل بقعة، قالك إهدار الدم وتفجير النفس بطلب من الجماعة أمر مشروع. شكرا. السيد أستيدة. اللي هو أمين عام مساعد نتاع يوسف القرضاوي شدنا اليوم رئيس البرلمان وسي المنجي الخضراوي الحديثي المدني، مش بورقيبي بوتيتخ لكن حديثي ومدني، تقول لي هذايا نقبلوه؟ احنا ما نقبلوهش. أي واحد. احنا ما نقبلوهش. آخر تعليق هذا اعتداء على الدولة التونسية. أي واحد لا يتجاوز القوانين أي واحد لا يتجاوز القانون، لا يتجاوز الدستور، لا يتجاوز الدولة في إطار مؤسسات الدولة، هو يعبر كما يشاء. قاعد يتجاوز، هو مش يعبر، قاعد يتجاوز. الشعار يعني الولاء لدولة أخرى. ليس بالضرورة. يمكن يفدلك. هو طفل صغير يفدلك. نجم يتبنى يعتبر الإنسان في رابعة. مش نقعدوا نفتحوا نقاشات في آخر البرنامج. نجم يعتبر الإنسان في رابعة. ترميم الإخوان ومرشد الإخوان، شنو رأيك منهم؟ شنو موقفك من اللي يقول على يوسف القرضاوي علامتنا الذي ننهل من رحيق فكره؟ تنظيم الإخوان هو تنظيم إرهابي. أكهو اللي يبدا هو مساعد نتاعو، اش تسميه انت؟ تسميه مساعد الارهاب ومبيض الارهاب. لا مكان له في المشهد السياسي. راشد الغنوشي لم يعد مساعدا لتنظيم حل التوسيط، حل السيت بتاع عدد القرضاوي. تحيل حل السيت توا. لا حل السيت توا. منجي فقط. توا حلوا السيت توا. علاش ما نغلطوا التوانسه؟ حل موقع اتحاد القرضاوي. توا محطوط بحث الاخوانيه اليمنيه حتى من بلاصتو نعرفها فين انا. من كثر اللي حليتو. والقضاء التونسي ما يحبش. وخلي نقول لكم، وقت اللي رفعنا قضيه استعجاليه لانه اتحاد القرضاوي يعلم في شبابنا في البيعه ويعلم في شبابنا في دوله الخلافه، طلبنا من المحكمه انها توقف اشغال التكوين اللي يعملوا فيه، رفضت. طلبنا من يوسف الشاهد يحل حزب التحرير، رفض. طلبنا برشا طلبات استجابه للقانون التونسي، رفضوا. اذا احنا اليوم هذا موقف مبدئي ولن يثنينا عن تطبيق برامجنا الاقتصاديه والاجتماعيه. عن عبير موسي طبعا شكرا على اللي قدمناه اليوم من افكار، وتناقشنا في العديد من المسائل وخاصه منها المشهد السياسي القادم، واحنا نتمنى لكم كيفكم كما باقي الكتل ونقفوا في نفس المسافه من باقي الكتل في المجلس، وان شاء الله يكونوا معناها تنجحوا في المجلس هذا. التوانسه سيبقى كل التونسيين مراقبين لما ستقدموا. شكرا لك عبير موسي، حزب الدستور الحر، وبجزتم ما زلتوا باش تقعدوا معايا. منجي الخضراوي محمد صاحبي الخلفي، بعد قليل نستقبلوا السيد محمد بن سالم القيادي في حركه النهضه. بعد هذا التقرير ثم نعود. في السياسة ليس هناك عدو دائم أو صديق دائم، بل هناك مصالح دائمة، مقولة تنطبق على ما تشهده الساحة السياسية التونسية اليوم من تغيير في المواقف وتراجع في التصريحات. فأعداء الأمس زمن الحملة الانتخابية أقرب من غيرهم اليوم ليكونوا رفاقاً في الحكومة القادمة دون أي محاذير. فبعد تصويت نواب قلب تونس لصالح رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب، تم التطبيع بين الفرقاء، مشهد أثار استفهام الناخبين. فهذه المتناقضات والإكراهات لا يفهمها الناخب الذي اصطف في جهة معينة، ولهذا نتفهم جيداً عزوف الشباب عن المشاركة في الحياة السياسية، ونتفهم أكثر المواقف الناقدة لأغلب السياسيين. ورغم ما عكسه ذلك من انقسام وجدال واسع صلب قيادات حركة النهضة، فإن البعض يرى أن الحركة نجحت في الخروج من الطوق الذي فرضه عليها التيار الديمقراطي وحركة الشعب. وبعيداً عن كل هذه التحالفات، لا يبقى في مخيال المواطن التونسي إلا تكرر الخيبات.
رجعنا معكم مع الناس نحكيوا في جزء مهم متعلق بمشاورات الحكومة وتكليف سيد الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة رسميا من رئاسة الجمهورية، من رئيس الجمهورية تحديدا. وبعد أيام القادمة باش نعرفوا شنو اللي باش يصير ما بين التحالف، حركة النهضة، قلب تونس، وكل ما جاء من خلال هذا التقرير سيطرح في الجزء الثاني من البرنامج. السيد محمد بن سالم القيادي بحركة النهضة، مرحبا بك. أهلا وسهلا. نحكيوا أكثر ما يمكن في علاقة بالتكليف اليوم. حركة النهضة في الأجال توجهت إلى رئيس الجمهورية وتم تكليف السيد الحبيب الجملي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا اليوم كما يقول الدستور الحمد لله ما تجاوزناش الأجال الدستورية، وقع تقديم رئيس حكومة للسيد الرئيس، وبدوره هو كلف الشخصية اللي قدمتها حركة النهضة، كلفوا بتشكيل الحكومة. والآن مش تبدأ حقيقة المفاوضات، لأنه المفاوضات السابقة كانت تسخين إن صح التعبير، وما شفناش تقارب كبير للأسف. ولكن أظن الآن بعد ما الأطراف الأخرى قبلت، لأنه صار اتصالات البارح وأغلبهم على كل حال قبلوا، فما أطراف لم تقبل؟ ما عنديش علم، ما تقدم إلا ما كان فيه رضا من أغلب الأحزاب حسب علمي. وبالتالي أظن أن قدمنا شخصية مقبولة، شخصية معروفة. أغلب الأحزاب، شكون الأحزاب اللي هي اللي وقع البارح استقبالها من طرف رئيس الحركة، التيار الديمقراطي، حركة الشعب؟ أظن استقبل أكثر من جهة، ممثل تحية تونس أظن. ما عنديش جواب كل الأحزاب، ولكن على كل حال أنا نتوقع مدام وقع اختياره أولا من الحزب اللي يلزم يختار، ثم الحزب هذا رعى طلبات بقية الأحزاب وما جابش قيادي من الحركة، ومرة أخرى الحركة ظهر للناس على أنه المصلحة الوطنية قبل المصالح الشخصية متاع القيادات ولا غيرها، رغم اللي الناس كل تشهد أنه فيها رجالات دولة عديدين. ولكن باش نلقاو حلول وسطى وباش نلبيو التوجه متاع الناخبين التوانسة اللي النفس متاعهم كان ثوري، والأحزاب اللي نجحت أكثرها عندها نفس ثوري، فطبيعي أنه إن تكون الحكومة جاية من هذه الطبيعة، من نفس النفس هذا. وأظن أنه وفقنا في اختيار الشخصية الجيدة، وإن شاء الله ربي يوفقه، لأنه الآن مش تبدأ المفاوضات الحقيقية مع الأحزاب. طبعا وإحنا منذ قليل كنا نحكيه مع السيد عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر، رئيس الكتلة، وهل تريد الرد أو تعليق في معيق؟ ولكن مجال. أنا الحقيقة طبعا ما سمعتش كلامها، لأني كنت في مكان ثاني، ما سمعتش كل كلامها. كنت بحثين ناس محمد. لا في الفترة الأخيرة. أي طبعا نعم، أما إذا بش الرد أنا مش عارف إيش قالت من فضاعات قبل ما أنا نسمعها. بالتالي تعتبرها فضاعات؟ لا، اللي سمعته الأخير طبعا مغالطات وفضاعات. عمره ولا كان الدكتور القرضاوي أصلا مرشد للإخوان على الإطلاق، هو من الإخوان سابقا ولكن عمره لا شد مرشد، وبالتالي هو كان هيئة علماء المسلمين لقيت رجل غنوشي هو في تنظيم إخوان المسلمين، هل هذا صحيح أم لا؟ هذا غير صحيح، هذا للمرة الألف نقوله حركة النهضة هي حركة تونسية صرفت كونت من السبعينات، قرينا لكل المراجع الإسلامية سواء منها الشيعية وإلا الإخوانية وإلا غيرها، ولكن كوننا شخصية تونسية بحتة. قرينا على بن عاشورين، يعني طاهر بن عاشور والفاضل بن عاشور، قرينا على مشايخ الزيتون النيفر وغيره، وبالتالي ما عناش ارتباط تنظيمي بأي جهة على الإطلاق. وعلى كل حال مسارنا واعترافنا بالديمقراطية من عشرات السنين، من 81 وإحنا نقوله، حتى بعض الإسلاميين في الشرق قالوا التوانسة زودوا لها شوية، يعني أظن أنه فما الشورى ومش الديمقراطية، هذه إحنا مسألة تجاوزناها من عشرات السنين، وعنا فيها أدبيات، والأستاذ راشد عنده كتب في هذا المجال، الحريات العامة في الإسلام. بالتالي هذه مسألة
الرجوع لها حقيقة لا تنادون بدولة الإسلامية مش الإسلام. لا تنادون بدولة إسلامية أبدا ما حتى في 81 لا تريدون دولة إسلامية. إحنا في دولة إسلامية احنا في دولة إسلامية لا. دولة مسلمة ليس دولة إسلامية يا أستاذ يا أستاذ دولة مسلمة هذه في اللغة لا الدين الإسلام ودينه هذا هو هذا هذا خطأ ما قلته أنت تقول دولة إسلامية ليس تونس ليس دولة إسلامية تونس دولة الإسلام ودينها رابط الدول الإسلامية فيها كل الدول تونس اللي تعترف الإسلام وتونس دولة عضوة فيها تونس دولة حرة مستقلة الإسلام ودينها والعربية ليست دولة إسلامية أستاذ هل عندك تعريف للدولة الإسلامية فما كل الدول الإسلامية قلت اجتماع الدول الإسلامية تحضر تونس ولا ما تحضرش كيفاش تقول على دينه على الاسلام وما هيش اسلامي هل فما تعريف هل فما تعريف نتحدث سامحني تونس عضو في الفرنكفونيه الدوليه وهي ليست دوله تابعه لفرنسا وليست لغتها الاولى يعني كانت اسمها باش ما يا استاذ ارجوك هل عندك تعريف للدوله الاسلاميه فين معرف فين معرف الدوله الاسلاميه هي التي تقول بان الشريعه الاسلاميه هي اصل التشريع وهي وحده هذا ما طلبته به سنه 2011 استاذ فما حاجه لم تطلب به على الاطلاق من 81 لا 2011 من 81 ما طلبناش وهذه لا نريد العوده الى الحوار مره اخرى منجي فقط محمد صاحبي شنو تعليق خلي يجاوب سي محمد ونعود الى الحديث عن شوف الناس تحب حركة النهضة تكون كوبي كونفورم من طالبان حتى يسهل عليها مهاجمتها ويسهل عليها معناها أنها تربح في الانتخابات هذا ما يتمناه الكثيرين ولكن إحنا كما إحنا نتحدى أي كان يجيب لي في أدبيات النهضة أنها تقول إحنا نطالب أن نكون كما أي دولة في المشرق ولا في المغرب إحنا عندنا صيفة معروفة احنا حركة مدنية مرجعتها مرجعية إسلامية عربية إسلامية أكثر من هذا احنا دولة إسلامية بالمعنى المتعارف عليه حتى واحد ما عنده تعريف الدولة الإسلامية هي لطبق الشريعة هذا مش موجود نول بار أعطيني مصر قولوا له أنتم دولة إسلامية يقول لك طبعا قل المغرب أنتم دولة إسلامية يقول لك طبعا حب تونس ما هي دولة إسلامية أستاذ استاذ محمد بن سعيد الدستور يقول أنت تونس دينها الاسلام ولا نعرف الى حد الان هل ان الهاء تعود على تونس او على الدوله وهناك نقاش دستوري هناك نقاش دستوري حول هذا سي محمد صاحبي في على بوليميك هذه بوليميك لا ماهيش بوليميك احنا في غنى عنها فما حاجات تبيينها من الضروري اعتقد وقت اللي انت تتحدث على المرجعيات الاخوانيه أنا لما نشوف معالم في الطريق متاع سيد قطب أو نشوف كتابات أبو الأعلى المودودي أو نشوف حتى الكتابات الأقدم متاع الفراء هل قلت لك أن احنا تبنيناها صبراً علي ولما نشوف أن هناك وثائق أساسية اتكتبت أنت عملت ريفيرانس تحدثت على الكتب متاع الأستاذ رشد الغنوشي هناك بعض الأشياء في كتابات الأستاذ رشد الغنوشي اللي حتى في الطبعات الجديدة متاعها لم يتم مراجعتها موقف من المرأة مواقف متعدة من المرأة موقف من التطبيق المسائل الحدود هل أنه من اليوم أنا كمتابع للشأن السياسي ماذا بيا نشوف حاجة ما تمهمشنيش شوية ما نشوفش الحال يعيشك بارك الله فيك أما المشكلة أنه نشوفه خطاب متقدمي جميل جدا عند بعض أفراد حركة النهضة في مسائل مهمة والله توا الخلاف على تكوين الحكومة ولا مش تكوين الحكومة مسائل سياسية من حق الناس أنها تختلف ولكن على مسائل توجيهية عامة تهم هوية أهم حزب سياسي في البلاد وهوية الدولة التونسية وقت اللي نسمع ناس داخل حركة النهضة يحكيوا بشيرة والأخرين يحكيوا بحاجة أخرى أعتقد أنه من حقنا أنه نسألوا هل أنه اليوم ما زلتوا تحبوا تطبقوا الشريعة كما كنتوا تحبوا تطبقوها في السنوات الثمانين احنا حتى في السنوات الثمانين عملنا تصريح وقت اللي طلبنا التأشيرة باش يكونوا حزب مدني تونسي الصحافة سألت وتلقاها في جريدة الصباح هل انتم اذا توانس اختاروا الحزب الشيوعي تقبلوا به ولا قلنا طبعا ونعتبر انفسنا ونعتبر انه احنا اختارنا اذا توانس اختاروا حزب ثاني يلزم نفسر نحن من هذه الاولى اثنين على فكرة في السبعينات يا أستاذ في السبعينات كنا نجلس مع لمدياس وكنا ننسق مع المرحوم محمد حرمل اللي هو
رئيس الحزب الشيوعي وقتها، ومع سي الميب سي محمد ذكرني اذا لقيت الحاج عمر، وكانت جلسات تنسيق نتاع المعارضه، وكانت تتم في بيوت الزعماء هذم بما فيهم زعماء النهضه. بالتالي احنا حزب تونسي بير جو كما يقولوا الفرنسيس، وتنسيقنا وانفتاحنا على الاحزاب الاخرى ماهوش بعد الثوره، كان قبل الثوره. لعلمكم قبل الثوره كذلك عندما كنا في الماجر في باريس كنا نتقابل مع جل الاحزاب، كانوا ما يتقابلوش فيما بينهم واحنا اللي نقرب بيناتهم، وكانوا يجلسوا معنا. معروف سي محمد موعده وقت اللي جاء وزارنا وقابلنا دخل لتونس دخلوه للسجن. بالتالي التونسه متاعنا ما نحتاجوش باش نبرهنوا عليها، هي مغروسه فينا من بداية تكوين الحركة. مليش نحكيه على التونس أستاذ محمد السيد، نحكيه على التوجهات الفكرية. محمد صاحبي، التوجهات الفكرية واضحة عنا مرجعية، ولكن نحن حزب مدني وعنا مرجعية كيما هذا هو عندما توجه في النقاش مش أنا. لا مليش نوجه النقاش، هو تريح النقاش، وكان حضورك فرصة لتجيب على ما طرح سي محمد بن سالم. لكن احنا اليوم التوانسة هسترا للأسف هستيريا، معناها أنا نصحتها من زمان أنها تشوف بسيكاتر، نزيد ننصحها اليوم هذه الفرصة. خلينا نتجاوزوا من فضلك سي محمد، معناها نحن نحبوا نترفعوا شوية، التوانسة يمكن يتقلقوا من هالخطاب، يتقلقوا من الصراعات هذه. مرام هسترا أرجو لا يكون تحقير. لا مش تحقير، علاش تونسيه استاذ؟ اي لازم كانت تسمع. هي مواطنه تونسيه، عضو مجلس نواب. انا تو قلت ماهيش مراه تونسيه. هي مواطنه تونسيه، عضو في مجلس نواب، يلزم احترام انسانيه. مراه اش معناها مراه؟ يعني نحترموا يعني انا ما احنا لو الرجل قال نفس الكلام نساء تونس، نساء تونس على فوق رؤوسنا نساء تونس. استاذ اذا مش نواصلوا هكذا، مش محمد، لا سي محمد بن سالم، المراه وانا تهجمت على النساء لو كان الرجل تراهم هستر. سي محمد بن سالم ونائبه اللي قامت به وانتقدتوه انتوما، ظهر لي نقص من قيمتها، والتوانسه الكل كانوا شاهدين. سي محمد بن سالم اللي عملتها في المجلس. سي محمد بن سالم خلينا نتجاوزوا، انا طلبت زميلك ما مش مخلينا نتجاوز، وليت انا تهجمت على النساء. منجي اللي قلت باش نتجاوزوا، خلينا نتجاوزوا لان اليوم نحكيوا في مواضيع مهمه. والله التوانسه يحبوا ما عادش يسمعوا على الصراعات هذه. عندكم حكومه اليوم، على عندكم ساعة كاملة يا أستاذ، هذا هو. لا 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 مازال عنا، وأنت لاحظت لها قلت لها ما عندك شيء غير حركة النهضة والإخوان. خلينا يا سي محمد من فضلك، الآن أنا قلت كلمة واحدة الأستاذ قال لي المرأة مش عارفة شنو. اسمعني أنت بالذات ما كنتش تسأل فيه سي محمد، خليني أنا واجهت لك الحديث. اسمعني قلت لك خلينا نتجاوزوا. اليوم رئيس الجمهورية يكلف السيد الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة، العديد من التصريحات المتعلقة بمسألة التحالف مع قلب تونس، التوافق مع قلب تونس، كل هذا مطروح. لكن حركة النهضة خليت الباب مفتوح أيضا لباقي الأحزاب ودعاتهم إلى الرجوع عن مواقف معينة والجلوس مرة أخرى مع حركة النهضة. هل هناك مشاورات جدية الآن مع حركة الشعب وأيضا التيار الديمقراطي؟ هذا حصل من البارح، من اللي عرضنا عليهم المقترحات بتاع رئاسة الحكومة الحمد لله كان فيه تجاوب، موقعش انقطاع في الحوار على الإطلاق. صار امتي كواك في التصويت لرئيس المجلس وتجاوزنا المسألة، لأنه حركة النهضة خذت خيار وخذته مع الناس كل، هو أن نفرق بين المسارات. فما مسار انتخاب رئاسة المجلس والنائبين، وفما مسار تكوين الحكومة. هذايا قلناه للتيار وهما طالبونا باش نجمع، وكانوا مستعدين يصوتوا لمرشح الحركة لرئاسة المجلس لو قدمنا لهم مقترح متكامل يضم الحكومة والمجلس. للأسف الوقت كان ضيق وما قدرناش نقدم، لأنه عندنا مؤسسات يجب نرجع لها، وما ينجمش رئيس الحركة يعطيهم معناها شكون يترأس الحكومة بدون ما يرجع المؤسسات الحركة. الوقت اللي ضغط خلانا مضطرين نفصل بين المسارات. حتى قلب تونس، حتى قلب تونس هما بيدهم طالبوا باش نجمعوا المسارات. احنا عملنا الجميع
سواسية، قلنا المسارات مختلفة. هنا نحكيه على رئاسة المجلس وقد تم بالشكل اللي تم فيه، ومسار الحكومة راهو منفصل تماما ومعطينا حتى التزامات لأي كان باش صوتونا تكونوا في الحكومة. إذا قلب تونس نسمعنا في كثير من الكلام، أعطونا 38 صوت، ظهر اللي أعطيناهم 52 53 صوت، وبالتالي إحنا كيت بس الأول كنا أيوة. إحنا معناها معنا حتى التزامات بي. وهذا ما دوناه في مجلس الشورى. بالتالي الآن مش يبدأ، الآن مش يبدأ التفاوض، وأظن أنه المكلف الأول بالتفاوض مع الأحزاب الآن ما عادش حركة النهضة، ولكن السيد الحبيب الجمني هو اللي يلزم يكون الأغلبية متاعه، ويلزم يستدعي الناس الكل ويأخذ معهم ويعطي حتى يقدر يجمع أغلبية يقدر يعرض حكومته على مجلس نواب الشعب. أكيد في الساعات القادمة نتعرفوا أكثر على السيفي احنا نقولوا متاع السيد الحبيب الجملي، اللي انتم في بعض التصريحات وانت سي محمد سالم قلت الشخصية ستكون اقتصادية مستقلة قريبة ممكن من حركة النهضة، لكنها ليست فعليا معناها من الحركة. واليوم بيت معناها واضح أنه سيد الحبيب الجملي هو المكلف بتشكيل الحكومة. اليوم نحكيه على وقت لازم تكون فيه حكومة، لازم نحكيه على أجل لازم تكون فيها الحكومة متشكلة في الشهرين، وإلا حركة الشعب تقترح أنه تكون فما حكومة الرئيس. حركة الشعب ما زلت متمسكة بهذا الموقف أو أنها جلست معكم هي كذلك ووافقت على سيد الحبيب جن؟ أنا ما عنديش تفصيل للجلسة، ولكن اللي سمعته من سي الكريشي أمس في تلفزة من التلفزات أنه هما تجاوزوا هذه المسألة وهما مستعدين يدخلوا في نقاش وحوار مع رئيس الحكومة المكلف. كان في التلفزة الوطنية البارحة. ربما. وظهر لي قال هالكلام هذا. كان في التلفزة الوطنية البارحة مع سي عبد الحميد الجلاصي. أي بالضبط بالضبط. نعم. اليوم معناها المسار قاعد يمشي، مؤسسات اليوم رئاسة المجلس تقريبا ما زالوا اللجان، لكن على الأقل رئيس المجلس والنائبين معناها مؤسسة مجلس نواب الشعب تقريبا تم تركيزها. اليوم نحكيه على حكومة قادمة. مسألة حكومة الرئيس هل ما زالت تطرح على الطاولة بعد يقول لك البارح كان فما التيار كان فما حركة الشعب، فمعناها ما يكونش المسارين الفصل بين المسارين المجلس التأسيسي والحكومة يظهر واضح ولا لا؟ ولا هناك معناها سيناريو آخر؟ مجلس نواب ومسارين بين مجلس نواب ورئيس الحكومة. هو مسألة حكومة الرئيس ما زالت واردة ما لم تتم المصادقة من مجلس نواب الشعب على الحكومة، ولكن ما أود تدقيقا هل ما زلنا نتحدث عن تحالف بين قلب تونس والنهضة بعد الفصل بين المسارين؟ كل شيء وارد، لأنه هو في مجلس نواب وفي المناخات الديمقراطية صح التعبير، احنا في دولة ديمقراطية بصد تشكل، فأنه ممكن أنه النهضة وقلب تونس يتحالفوا ويعاودوا يخرجوا ويعاودوا يتحالفوا ويلتقيوا حوله كما قلنا، ويمكن أن نجد في بعض القضايا الحزب الدستوري وضيفتنا عبير موسى قد يلتقيوا ويصوتوا من أجل قانون أو يصوتوا مع بعضهم هم والنهضة وبقية الكتل. يعني هذا هو العمل البرلماني، نختلفوا على نقاط نتفقوا على نقاط، كان تصويت على أشخاص إلى حد الآن رئيس مجلس النواب ونائبين، طيب باش ندخلوا للتشريع باش ندخلوا القوانين في قانون المالية حاجتين، يا أما تصادق الناس أو ما تصادقش، باش نقوم صادقين مع بعضهم على قوانين يمكن أن يعتبرها من هو خارج المجلس ضد دولة أو ضد مصالح الدولة ويعتبرها من داخل المجلس معه. يعني هذا الاختلاف داخل البرلمانات هو أمر إيجابي ويعني يقدم بالبلاد. الرابط بين مسار ما جرى في مجلس نواب الشعب والحكومة موجود ولا يزال موجود، ولا الآن ثم تفاوض مع التيار ومع حركة الشعب، هناك مفاوضات بين الجميع دون استثناء. ربما سوف يكون هناك مسعى إلى عزل أو إبعاد الحزب الدستوري لأنه عبروا أنهم غير معنيين بالحكومة، وهذا بصريح العبارة كانت تقول فيه تو، ولكن بقية الكتل كلها معنية بتشكيل الحكومة، والآن يعرفوا كلهم يدركون أن تونس تمر بفترة صعبة جدا ولا بد من إيجاد حلول وضعية في تونس الجميع، يعني يلزم العنوان الأساسي هو تونس. سي محمد صاحبي الخلفاوي باحث في العلوم السياسية، اليوم المشهد باحث في العلوم السياسية، كيف يرى المشهد الآن السياسي في تونس؟ خلينا نتحدث على الحركة الأولى في تونس، هي حركة النهضة.
حركة النهضة أعتقد أنها أثبتت في المدة الأخيرة قدرة متميزة على المناورة. هناك العديد من المؤشرات التي تدل على أن الاتفاق حول ترأس السيد راشد الغنوشي لمجلس نواب الشعب قدم الاتفاق عليه مسبقا من شهر أكتوبر أو ما قبل ذلك مع قلب تونس. هل هناك جزء من القيادة الذي اتفق أم الحركة ككل؟ أعتقد أنه جزء من القيادة، وهذا الجزء من القيادة كان عليه أن يقنع بقية الحزب وبقية الأطراف على هالاتفاق هذا كيفاش باش يتعد. هناك رغبة أعتقد داخل حركة النهضة في التخلص من السيد راشد الغنوشي، تخلص منه فان دو موندا متاع السيد راشد الغنوشي مؤتمر في 2020. عندهم خيارين، إما أنهم يواصل في على رئاسة الحركة أو أنه يمشي البوست كبير في الدولة باش يعملوا. وهذا تم محمد صحبي، وهذا لا وهذا مازال ما تمش، مازال فما مؤتمر رئاسة المجلس ولكن على الأقل. ولكن الهدف من هذا الكل هو أنه الحركة المعارضة اللي تم أثبتت نفسها داخل مجلس الشورى في ترشيح السيد عبد الفتاح مورو قد أنها الحركة هذه تاخذ السلطة. هذه حاجة. اثنين، اليوم بترشيح السيد الحبيب الجملي ولا منعرف عنه فعلا سياسيا أو قدرة على التفاوض والمناورة والتشكيل وجمع أفرقاء متعددين، أعتقد أن مركز الحوار، مركز النقاش، مركز المفاوضات لن يكون السيد الحبيب الجملي، بل سوف تكون حركة النهضة لمرة أخرى لتمرير، سامحوني في الكلمة، الحربوشة اللي يمكن تكون ابتلاعها صعب شوية على بعض الأطراف داخل حركة النهضة وعلى الناس اللي تقدم لهم حركة النهضة في الخطاب الثوري اللي ربحت به بعض الأصوات في الحركة في الانتخابات. فقط ملاحظة أخيرة، حركة النهضة عندها إشكالية وحيدة، عدم مغادرة السلطة. لما عرض عليها نداء تونس الدخول للحكومة بوزير واحد مقابل ثلاثة وزراء لحزب أفاق تونس اللي كان عنده ثمانية نواب ويأخذ ثلاثة وزراء، لم ترفض ذلك. حركة النهضة لا تريد مغادرة الحكم، وهي تعرف أن الحكم مع بعض الأطراف أصعب من بعض الأطراف الأخرى، وأتحدث تحديدا على قلب تونس. أتوقع أن الحكومة سوف تتشكل أساسا من قلب تونس بغطاء طهوري يمكن أن تفيه عليه حركة النهضة. ولا برئاسة السيد الحبيب الجملي؟ أكيد برئاسة السيد الحبيب الجملي. الناس الكل يلقاو رواحهم مع السيد الحبيب الجملي. أعتقد أنه رئيس حكومة صعب الميراث ومفاوض جيد، أعتقد أنه يقلق الناس الكل وأولهم حركة النهضة. سي محمد بن سيف، أنا عندي اعتراض على أكثر من نقطة أثارها. أولا، حركة النهضة تحب تتخلص من رأس الغنوشي، هذا ماهوش صحيح على الإطلاق. إحنا عندنا قانون نستنى أنه يقع تطبيقه، يقع احترامه، وهما دورتين، والسيد راشد الغنوشي بشكل طبيعي ما فيش لا نية تخلص ولا شيء من ذلك، أنه الأصل ما يكونش على رئاسة الحركة بعد المؤتمر. هذا قانوننا، وإحنا نريده، إحنا نحب نعطي المثال في بلادنا على حزب ديمقراطي حقيقي. صحيح ساعات عنا شوية عثرات، ولكن على كل حال عموما عنا العشرة متاع الحاكم في الديمقراطية عموما. فبالتالي هذه النقطة الأولى، أنه رغبة في التخلص ما مش موجود، هذه الأولى. الثانية اللي نعترض في كلامك على أنه السيد رئيس الحكومة هذا مش يكون النهضة هي اللي مش تقود كذا، أنا نأكد لك ما تعاملناش مع حتى رئيس حكومة بهذا الشكل. رئيس حكومة، احنا ناس نؤمن بالدستور، واحنا اللي ساهمنا فيه مساهمة كبيرة، ونؤمن أنه الدستور هذا يزم يطبق. الحكومة يكونها رئيس الحكومة، طبيعي أنه الحزب الأول مش يكون عنده كلمة، مش يكون عنده بعض المواجهات، طبيعي جدا. ولكن أكثر من ذلك ما هوش مش لماذا تم رفض السيد مرزوق وتقديم السيد الحبيب الجملي إذا كان ما كانش السيد مرزوق صعب الميراث أكثر من السيد الجملي؟ أستاذ، أنا اللي نأكد أنه ما كانش أنا هني نأكد أنه السيد منجي مرزوق زميلي ونعرفه مليح، كان معنا في الحكومة، ما كانش فما اعتراض عليه، هو كان في القائمة متاع التصويت، وكيما كل تصويت فما ناس تجي لولا وناس تجي بعد بشوية. اللي صار هو ست ساعات من النقاش، يعطيه مناقب هذا ومناقب هذا، واحد يعطي رأيه بالإيجابي وواحد يعطي رأيه بالسلبي. في المجموعة تقدمونا راهو 10 أسماء للتصويت. صحيح النقاش دار حول 4-5، التركيز في النقاش دار حول 4-5، والسيد الحبيب الجملي
هو اللي حاز على أغلبية أظنها مريحة. أنا ما كنتش حاضر في الفرز وكنا قررنا أنه ما نعطيوش النتائج إلا بعد التكليف. المفروض يعطونا النتائج بعد قليل، لحد الآن ما نش عارف النتائج، ولكن أنا متأكد أنه اللي جالول كان بفارق مريح جدا، وهذاك علاش صاروا بعض لكن المحاولات. لكن فما شروط معينة توفرت في سيد الحبيب الجملي؟ أي شروط؟ الشروط هي شروط النظافة. الرجل هذا معروف، رجل أنتاجر على فكرة، هو خدم كاتب دولة قعد أكثر من سنة ما خذاش جيراي. كل بنوات ليسانس اللي يتعاركوا عليهم بعض السياسيين كذا رجحهم الكل، عندما خرج رجحهم الكل لوزارة الفلاح. بالتالي في النظافة ما يقدر يزايد عليه حد. رجل خدام، خدام أتم معنى كلمة، يعني يعمل 12-14 ساعة خدمة بدون كلل. يوافقكم كل الأطراف السياسية في اللي وصفتوا به؟ لا عاد احنا كي ناقشنا مناقب الرجل في المؤسسة بقى. أكيد ومع كل حال سي محمد عبو يعرفه، كان زميله في الحكومة، بالتالي يعرف الرجل. هو رجل يستمع. تيار عملوا اعتراض على واحد برك. هاك أنت تعرف أنا ما نعرف بنيش. نعرف طبعا، هذه خدمتي باش نعرف. سيبيان شكون؟ لا ما نقولكش ولا عيب. ما تقول لي عدد صحافي في بالي يلزم يقول. لا ما نقولوش. ما نعرفوش. ما فيش لا نريد أن نشكك في الأشخاص، ما نجرحوش في الأشخاص. لا لا علمنا نعرف. لا مش تجريح، أنت قلت نعرف أنه. أي نعم. أنا صادق معاك، ما نعرفش على شكون. أربع أسماء احترزوا على أسماء. أوكي سيبيان، على كل حال هذا ما احترزوش عليك. أنا لا يجوز تجريح في الأشخاص. لا أنا قلت لك تجريح، هذا معلومة، هما من حقهم يقولوا، إذا عطاوك وسمحوا لك باش تقول تقول، إذا ترى أنه سر المجالس بأمانتك. بالتالي هذه مواصفات معروفة على الرجل. الرجل يستمع، ما يجيش الجلسة وهو محدد ايش يحب ويفرضه على الناس. فهذه كذلك صفة جيدة. الرجل يؤمن بالعمل الجماعي ويقدر يخدم في مجموعة بيسر كبير، لأنه كما قلت لكم عنده هالملكة هذه متاع الاستماع. دونك أنا نقول إن شاء الله مبروك على التوانسة، ونتمنى له كل خير. كما قالوا له خيان إقبالي، ما هوش سهل تكوين حكومة ائتلافية مع أحزاب برسك كما يقولوا عيلة قد قد، يعني ما فهمش ناس فائزة بشكل كبير، يعني الكتل متقاربة لبعضها، ما هيش حاجة سهلة. ربما طلباتهم أكثر من الإمكانيات، أكثر من حجامهم باش ما نقولش، فهمتني؟ وهذايا طبعا يلزم هو مرونة كبيرة، ويلزم لكم ثقة في سيد الحبيب جملي حتى يتمكن من أنه يشكل حكومة يتم المصادقة عليها. احنا طبعا مدام احنا مدام اقترحنا عنا ثقة في أنه عنده هالقدرات هذه، ولكن دائما ماذا بينا نطالبوا اللي لخي الأخرين، لأني أنا نعتبر حكومة عندها نفس ثوري تلبي طلبات الناس وأهداف الثورة ضرورة وطنية. صحيح ربما الحكومات اللي فاتت ما كانتش قادرة على ذلك، احنا نعرف من 2014 فما ناس ما كانوش يؤمنوا بالثورة أصلا وكانوا يسميهاش ثورة. بالتالي الآن المفروض نكونوا حكومة اللي تؤمن بهدف الثورة، وما تخليش الشباب اللي قاوم بالثورة يقولوا احنا ايش استفدنا منها. أنا في بالي الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي يلزم الحكومة جاية تعطيه الأولوية، واحنا نحبوا رئيس حكومه ونحبوا حكومه ما ترضخش للضغوطات مهما كانت الضغوطات من اي جهه، لا من احزاب ولا من لوبيات للاسف. وسيد الحبيب الجملي سيكون الشخصيه القويه التي لن ترضخ هذه الضغوطات حسب رايك؟ هذا عشمنا فيه، هذا ما نتمناه، وهذا اللي باش نحاول نشجعه باش يكون كما هو، ما يتغيرش. كما عرفناه صلب في الحق، وبالتالي انا متفائل أنه بحول الله يقدر على المهمة هذه على أحسن. مش نختم فقط بتعليق اليوم، تعتقدوا أنفسكم كحركة النهضة نجحتوا أنكم تقدموا اسم في الأجال لرئيس الجمهورية؟ هذا الظهر اللي توانس الكل يشهدوا به. احترمنا الأجال، صحيح المفاوضات كانت صعيبة، الناس علت السقف نتاع المفاوضات برشا، الحمد لله الظاهر أنه الآن شاهد العقل رجع للجميع. شفت أنا تصريحاتهم من البارح لليوم تبدلت شوية، هذا مؤشر إيجابي على أنه إن شاء الله هالحكومة هذه اللي استنوا فيها التوانسة واللي يحبوها كيما وفية
لنتائج الانتخابات اللي فاتت إن شاء الله ما تخيبش ظنهم، وهذا أمنا في السيد رئيس الحكومة. وهذا اللي تمنيه الجميع، لخاطر فما ملفات حارقة ستطرح على الحكومة القادمة وخاصة منها الاقتصادية. نشكرك برشا سيد محمد بن سالم القيادي بحركة النهضة. بعد قليل باش نتحدثوا على المسائل الأمنية المهمة الآن في تونس، باش نحكيوا على استعدادات المؤسسة الأمنية بعد قليل مع الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. نشكرك سي محمد بن سالم، شكرا تغادرنا بعد قليل يلتحق بنا الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. لكن قبل هذا نمشيو مباشرة إلى القصرين مع مراسلة التلفزة التونسية زميلة نادية أرتيبي. مساء الخير نادية، وعذرا وعفوا على هذا التأخير اللي تأخرناه عليك وعلى باقي طبعا الوحدات الأمنية اللي أنت بجانبهم. لا مش مشكلة، الهام الوحدات الأمنية متمركزين طبعا في مواقعهم كيف العادة في تأمين كل مداخل ومخارج جهة القصرين، وبالطبيعة نشيدوا بالنجاحات الأمنية اللي تحققت خلال 2019. نعرفوا أنه من جانفي لليوم فما نجاحات كبيرة سواء من قبل قوات الأمن الداخلي أو قوات الحرس الوطني أو القوات العسكرية في مكافحة الإرهاب. نعرفوا أنه منذ جانفي إلى اليوم تم القضاء على أكبر عدد من العناصر الإرهابية وأهم القيادات في العناصر الإرهابية، وكان آخرها شقيق لقمان أبو صخر أبو عوف المهاجر اللي تم القضاء عليه في حيدرة من قبل قوات الحرس الوطني وبدعم من القوات العسكرية. نعرف أيضا أن قوات الأمن الداخلي كانت عندها أهم عملية في ولاية القصرين، وهو إلقاء القبض على أخطر العناصر الإرهابية بجبل الشعامبي وكان على قيد الحياة اللي هو رائد التويتي، وكان فما فضل كبير من خلال المعطيات اللي أمدها بمعناها تحسين وتأمين تونس من كل التهديدات الإرهابية. اليوم حبينا نقطة خارجية تكون مع قوات الأمن الداخلي في موقع من مواقع التمركز نتاعهم. نشوفوا أنه فما تمركز كبير، هذه مش وليد اللحظة أو التدخل هذا، لكن بشكل يومي تمركزات قواتنا الأمنية وانتشارهم في كل مكان. فما مقاومة كبيرة للإرهاب للتهريب للجريمة المنظمة، وهذا حبينا يحضر معنا عن هو ناطق باسم الأمن الداخلي وأيضا عن كاتب عام النقابة الأساسية لقوات الأمن الداخلي سيد محمد علي العمري. يحضر معنا 2019 ظهور لي بسرعة نادية سنة مفصلية في مكافحة الإرهاب بإجازة محمد علي. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. كما تعرفوا سنة 2019 يعني نجاحات أمنية كبيرة شهدها إقليم الموت القصرين. كما تعرف يعني هنالك خاصة خلال شهر سبتمبر وشهر أكتوبر اللي يعني الإيقافات العناصر المفتش عنها يعني بلغ سنة في شهر سبتمبر 300، وارتفع العدد ذي خاصة في شهر أكتوبر وصل 300. يعني قضايا كبيرة تم إنجاحها يعني من قبل الوحدات الأمنية بإقليم القصرين. كما تعرف القضية اللي هزت الرأي العام بمدينة صفاقس، والحمد لله وحداتنا الأمنية يعني تم من إلقاء القبض على العنصر هذايا. كذلك فما استعدادات نعرف مدينة شهر على 2020 في مجال مكافحة الإرهابية العناصر الإرهابية وأيضا الجريمة بإيجاز. بطبيعه الحال يعني الوحدات الامنيه اللي نتمنى القصرين راهي النجاحات نتاعها والاستعدادات نتاعها هي راهي يوميه، والنجاحات قاعده تتالى ويعني في كل المجالات سواء ارهابيه سواء في مقاومه التهريب سواء في المجال العدلي او كذلك يعني في مجال القضاء، يعني خاصه الهجره السريه اليوم كما تعرفوا عديد الجنسيات قاعده يعني تتدفق من قبل يعني الحدود الجنوبيه والشرقيه. ايضا شكرا تمركز في مفترقات، فما بايجاز الهام في دقيقه سيه بالقسم معنا اللي هو رئيس مصلحة المرور، متواجدين في كل مكان خاصة استعدادا للسنة الجديدة. هو بالنسبة للفترة الأخرانية حققنا برشا نتائج وبرشا تحسن في النتائج المرورية. التحسن هذا كان خاصة يظهر في أنه حققنا من العطلة الصيفية برنامج العطلة الآمنة لحدود توا ما عناش حتى حادث مرور قاتل. هذه نتيجة خدمة تاع فترة عام كاملة، أهداف تحدث من الأول عنا جهود متواصلة بالطبيعة ليل ونهار. وعنا خدمة منها حملات هادفة بنمسوا أسباب اي حاجه تعطل المسار المروري ولا الحوادث المروريه القاتله. شكرا سي بالقاسم. خلينا نشير انه حاليا فما تمشيط كبير في جبال القصرين، فما عمليات قصف متواصله لمعناها تامين جبالنا من كل المخاطر الارهابيه.
شكرا لك زميله ناديه الرتيبي مراسله تلفزه الوطنيه من ولايه القصرين، وشكرا جزيلا لكل الاخوات الامنيه اللي كانوا بحذاك وقدموا التصريحات هذيا، واحنا طبعا نحييهم تحيه اكبار على المجهودات اللي قاعدين نقوموا بها. وبلاش المجهودات هذيا ما نجموش نحكيوا على دوله مستقره بلاش مؤسسه امنيه مستقره ومستعده خاصه في الايام القادمه. يحضر معنا الناطق الرسمي باسم وزاره الداخليه سيد خالد الحيوني، مرحبا بك. اهلا وسهلا، مرحبا. اليوم كانت عندنا صوره الحياه من القصرين، نحكيو على استعدادات امنيه كبيره، لكن هناك ايضا عمليات استباقيه وعمل كبير قاعده تقوم به وزاره الداخليه رغم بعض التشكيك ربما في المؤسسه الامنيه. الناس اللي تبحث عن ثغرات لزعزعت استقرار المؤسسه الامنيه، كيفاش تواجهوهم انتم اليوم؟ هو في الواقع نحب نشكركم الساعة على الاستضافه هذه وعلى الفرصه اللي اتحتوها لنا، ربما باش نتواصلوا مع الراي العام في خصوص الانجازات وكل الاعمال اللي قاعده تقوم بها مختلف الوحدات الامنيه ومختلف الوحدات اللي هي تتعهد بتامين الفضاء العام بمختلف مكوناته. انتم تعرفوا ساعه اللي احنا وهذا ربما يحسب لتونس، وأنه احنا نمر بفترة تشهد عديد التفاعلات، لكن الوحدات الأمنية ربما ورغم تتالي المراحل ورغم تتالي المحطات اللي هي ما تقتصرش، ربما البعض يختزل المرحلة اللي فاتت ربما فقط في المرحلة الانتخابية وكامل المسار الانتخابي واللي باش نتحدثوا عليه بعد بالتفصيل اللي خدموا به القوات دون توقف معناها لكن إلى اللحظة هذه، لكن باش يكون حديثنا واقعي أكثر وباش نعطيه حق الناس اللي كنا نشوفه في عينة منهم واقفين في الشارع وموجودين ويواجهوا في كل المخاطر وفي كل التهديدات اللي تنجم تمس أمن التونسي وأمن البلاد والعباد. الاستعدادات هذه والإنجازات راهي ما تعلقتش فقط بالمسار الانتخابي. ربما سنة 2019 خلينا نتحدث عليها، هي كانت سنة حبلة بالتحديات المطروحة على كافة مكونات المجتمع التونسي، سواء كان المجتمع المدني أو المجتمع الاجتماعي أو زاد مختلف الهياكل المتدخلة وخاصة منها الوحدات الأمنية، لأنها سنة كانت مليئة بالإنجازات والنجاحات رغم التحديات. نتحدث على السنة هذه رغم أن ننطلقش من توا، ننطلق مثلا من تأمين نهاية السنة الميلادية اللي فاتت وأحنا جايين نتحدث على نهاية على مسار يتعلق بتأمين مواعيد وطنية على غرار القمة العربية اللي فاتت، نتحدث على مسار يتعلق بتأمين مختلف مراحل الامتحانات الوطنية اللي وأنتم تعرفوا أهميتها في تحديد استقرار وهدوء البلاد وقدرة المجتمع وقدرة الأفراد وقدرة الدولة على المسك بزمام الأمور. أنتم تعرفوا أنه أمننا شهر رمضان، أمننا الأعياد الدينية من عيد الفطر وعيد الأضحى، أمننا موسم سياحي كامل بمختلف التحديات اللي كانت مطروحة عليها. راهو كنت تحدثوا على موسم سياحي، نتحدثوا على مهرجانات، نتحدثوا على تحركات المواطنين، نتحدثوا على سلامة المرورية، نتحدثوا على تأمين الشريط الساحلي، نتحدثوا على تأمين الأفواج وعدد كبير يقارب 7 مليون سائح اللي كانوا موجودين في تونس، نتحدث على أهمية التواجد الأجنبي في تونس من مستثمرين من سواح، نتحدث على مهرجانات كما قلت، نتحدث على احتفالات عائلية، نتحدث على تحركات في كامل تراب الجمهورية، نتحدث فيما بعد على العودة الإدارية والمدرسية والجامعية، نتحدث على تأمين مسار انتخابي شهد نسق مرتفع جدا. ثلاثة مراحل اللي هي الدور الأول للانتخابات الرئاسية، الدور الأول أو الدور المتعلق بالانتخابات التشريعية وكذلك الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني. هذا الكل تم رغم التحديات المطروحة، وربما تويك كي نتراجع إلى الخلف قليلا ونقيم الأداء الأمني وأداء مؤسسة الأمنية وأداء مختلف المنتسبين لوزارة الداخلية بدون استثناء من بنزرت البنجردين وبدون معناها إغفال أي نشاط من الأنشطة، يمكن التقييم يكون واضح وموضوعي. ثم تعرفوا أنه تحديات كبرى طرحت على المؤسسة هذه، ربما صعوبات كبرى طرحت على المؤسسات هذه، لكن المؤسسة نجحت في تأمين هذا المسار والنتائج اللي موجودة الآن والمراحل اللي مرينا بها دون إغفال تحقيق نجاحات ملموسة على مستوى مقاومة الداء الذي قد يعصف بجميع أنحاء العالم اللي هو داء الإرهاب. هذا مهم جدا اللي كنت تقول فيه سيد ناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، لكن اليوم تماسك المؤسسة الأمنية، احنا اليوم في تونس الوضع السياسي غير مستقر، الوضع الاجتماعي بين ظفرين أيضا، فالمؤسسة الأمنية اليوم تكافح الجريمة المنظمة، تكافح الإرهاب، ممكن في أيام القادمة تكون فما مظاهرات أو احتجاجات أو غيره، هذا الكل على كاهل المؤسسة، فكيف تستعد لكل هذا وتكون ديما قائمة وتواجه كل الانتقادات؟ منجي الخضراء، هو ثم لاحظوا أنه ثم تغيير صار في تونس،
تذكروا تونس في 2011 و12 و13 و14 ما كانش ثم إجازي فضلك منش. نعم يعني بعد 2014 و15 بعد ضربة بارد وسوسة شوفوا أنه ثم تطور كبير. اليوم ثم جاهزية أمنية، اليوم ثم قدرة من قوات الأمن والجيش على التصدي للإرهاب. اليوم كنا في حال تلقي ضربات في تونس، أصبحت المؤسسة الأمنية والعسكرية هي اللي تبادر. اليوم يجري مطاردة والبحث عن إرهابيين يعني واحد واحد، وأصبحت يعني عملية التمشيط تجري ليلا نهارا. أنا نمشي القصرين بشكل متواصل، وكنت ثم بلايس كنت عد عليهم في تونس مراش دوريات أمنية، وهذا قلناه سابقا. اليوم ثم انتشار أمني جيد رغم أنه ما يبانش بالشكل كما كان قبل. نشوفوا ناس كاغوليه في الشارع ويعني والشارع مسكر. اليوم تمشي بشكل عادي في القصرين، تنجم تمشي القصرين، نقص التوتر الامني. اليوم ولا فيها مجال للاستثمار. مشينا زرنا مقهى تحت الشعبي ممتاز، وندعو التوانسه انهم يزوروا هذه المواقع. اثار تونس يعني القصرين فيها الكثير، تقريبا 3/4 الاثار فضل طبعا سبيتلا في القصرين وحيدرا كلها، يعني هذا بفضل المجهودات الأمنية. وهذا فرصة، هذا الجانب الميداني. الجانب الثاني باختصار الجانب السياسي، هذا فرصة باش نقولوا أنه لابد من تحييد وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية عن كل التجاذبات وما يسمى بالصراعات السياسية، حتى تبقى هذه المؤسسة قادرة على الإضافة وقادرة على أنها تقوم بواجبها. لتحقيق الاستقرار السياسي مهم جدا استقرار زيادة المؤسسة الأمنية، أم هل تحييد المؤسسة الأمنية عنده علاقة باستقرار الزوز، معناها الأمن في تونس والسياسة في تونس؟ اليوم الأحزاب لا تتحدث كثيرا عن استقلالية المؤسسة الأمنية أو وزارة الداخلية تحديدا، تقول لك ممكن تكونوا مشمولات الحكومة، يكون أحد من المتحزبين على رأس هذه الوزارة. يبدأ هو واحد عنده في داره شوية حس من عند جيرانه ويتقلق، خلي لو كان يكون الوضع الأمني غير مستقر في البلاد كامل. إذا كان نحب نحكيه على استثمار، على تنشيط دورة اقتصادية، على تقدم البلاد، الشرط الأساسي السينيكوانان هو الاستقرار الأمني. تحييد المؤسسات المؤسسة الأمنية في عملها أمر ضروري، ولكن القيادة السياسية لأي وزارة من وزارات الأساسية في البلاد وعلى رأسها وزارة الداخلية ما يعنيش بالضرورة انتقالها إلى خانة حزبية. أعتقد أنه الأمنيين هم اللي موكل لهم قبل غيرهم أنهم يسمعوا بالعمل متاعهم على الصراعات الحزبية والسياسية، حتى وإن كان على رأس الوزارة وإن كان على رأس الوزارة مجموعة أحزاب مش حزب البركة. نحب نتواصل في الحديث مع الأخيين. هو أنتم سألتوا وأنه معناه الأخ المنجي كان تحدث تويكا على نجاح المؤسسة الأمنية في تجاوز كل التحديات المطروحة عليها في الفترة اللي فاتت، وأهم التحديات هذه متعلقة بالفترة الانتخابية. أنتم تعرفوا أنها هي ذروة التحديات الأمنية اللي كانت مطروحة على المؤسسة الأمنية. المؤسسة الأمنية ربما نجاحها مؤكد وأنه كان نتيجة لشيئين، هو الجانب الفني التقني المتعلق بالممارسة الميدانية الفعلية للعمل الأمني، وكذلك بالجانب احترام القانون والحياد والوقوف على نفس المسافة من جميع الأطراف. احنا أكدنا في عديد المرات وأن وزارة الداخلية قامت بتأمين المرحلة الانتخابية في كنف الحياد، وانتم تعرفوا اللي في العشرية الأخيرة لم تعد تتعهد وزارة الداخلية بتنظيم الانتخابات، وإنما ذلك أصبح شأن يهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. نحن نؤمن الانتخابات بالمفهوم الفعلي، وهذه فرصة باش نتوجه بها أنا شخصيا معناها وباسم وزارة الكل إلى كافة الأمنيين وكافة المنتسبين لوزارة الداخلية على الحرفية والحيادية اللي أمنوا بها مختلف المراحل الانتخابية. هذا فضلا عن الانتشار الأمني الذي يمكن أن يوصف الآن معناها وبعد وقت طويل، وهذا يوصفه عديد الملاحظين وأنه كان انتشار أمني محكم وجيد من خلال العدد المهم اللي تم تسخيره من أمنيين، من خلال الخطة الأمنية اللي تم وضعها، دون نسيان وأنه إذا كان تم إفراد العمل الانتخابات بعملية أمنية خاصة فإنه ذلك لم يغفل العمليات الأمنية الاعتيادية المتعلقة خاصة بمكافحة الجريمة ومكافحة كل الظواهر الإجرامية. بالتوفيق لكم وللمؤسسة الأمنية. شكرا لك سيد خالد الحيوني ناطق رسمي باسم وزارة الداخلية. نشكرك أيضا منجي الخضراوي رئيس تحرير البرنامج، وفي التعليق أيضا كنت معنا سيد محمد الصحبي الخلفاوي باحث في العلوم السياسية. شكرا على ما قدمت دوما في هذا البرنامج. بعد قليل نحكيه ثقافة، نمشي إلى أيام قرطاج الفن المعاصر. بوندا نونس ثم نعود. We'll be right back.
أيام قرطاج للفن المعاصر من 16 إلى 22 نوفمبر 2019 وذلك بمدينة الثقافة بتونس، متحف باردو، فضاء النجمة الزهرة وقصر العبدلية. أيام قرطاج للفن المعاصر، الفن ينجز. أيام قرطاج للفن المعاصر اللي هي تنطلق غدوة السبت 16 نوفمبر، وتحضر معنا عواطف الخضراوي. عواطف، أنت في مكتب التنظيم والعلاقة بالندوات هكا؟ اكزاكتومون، أنا عضو هيئة مكلفة بالندوات. مرحبا بك مدام عواطف. اليوم نحكيو على أيام قرطاج الفن المعاصر في دورته الثانية. نعرفوا أيام قرطاج السينمائية، المسرحية، الموسيقية. اليوم الفن المعاصر، الناس المغرومة بالبانتور، المغرومة شنية الفنون اللي ممكن نلقاوها في هذا المهرجان واللي التوانسة اليوم ينجموا يحضروه؟ احنا الدورة الثانية هذه ان شاء الله تقام من نهار 26 ل 22 نوفمبر، من 16 غدوة، من 16 ل 22 نوفمبر. فوالا، باش نلقاو برشا حاجات، برشا فضاءات. باش نلقاو باغ اكزومبل، فما الدورة هذه قلنا باش نسميوها لاغ الافغ، دونك الفن ينجز. لاغ الافغ سي اون ميم تون، دونك سي اوجوردي سي دومان، سي الفن نتاع غدوه والفن نتاع اليوم. باش نلقاو غدوه ان شاء الله نهار 16 باش يكون الافتتاح في مدينه الثقافه. فما عرض الافتتاح لانترناسيونال الافغ، دونك فما دي زارتيست توانسه مع دي زارتيست اترونجي باش تكون فما الاكسبوزيسيون هذيا. فما لو ناسيونال الافغ، دونك العشر سنين اللي تعداو هذوما من الثوره حتى لتوا، لا كوميسيون داشا كانت تشري في لي زوفغ دار، دونك خذينا من الفون هذايا باش عملنا ليكسبوزيسيون لو ناسيونال الافغ، دونك 10 ans من بعد الثوره حتى لليوم. فما لي غالري، دونك لي دي زيترونجي اي تونيزيان اللي باش يكونوا زاد موجودين معنا، دونك هذايا الكل باش يكون غدوه ان شاء الله. كيفاش كاين الحضور للناس اللي تحب تكون موجوده غدوه في الافتتاح؟ مرحبا بالناس الكل، سي اوفير، سي غراتوي. مرحبا، معناها غدوه العشيه مع وقتاش؟ ابارتيغ دو 17، من 5 نتاع العشيه في مدينه الثقافه. في مدينه الثقافه فرصه غدوه، كي ان شاء الله يطلع الطقس به، معناها نجموا يجيبوا صغارهم ويكونوا موجودين في مدينه الثقافه. يلزمنا ثقافه الثقافه من الصغرى، دونك من الصغار، من اللي في المكتب، من اللي في الليسي، دونك يلزم الصغار نجيبوهم، يلزمنا نجيو معاهم، يلزمنا نحكيو ثقافه، يلزمنا نعرفوا الفن هو شنو، شنو هو الار كونتمبوران، اش معناها ار كونتمبوران. كيف كيف نهار الاحد ان شاء الله عندنا ليكسبوزيسيون اللي باش تصير في متحف باردو نتاع الغرافور والديسان. وكا فرصه زاد حتى اللي ما يعرفش متحف باردو يمشي يعمل معناها حاجتين في نفس الوقت. نهار الاثنين باش يكون في العبدليه عندنا موعد مع لافيش الافغ، كيف كيف لو باتريمون ناسيونال دو لافيش، لافيش كولتوريل في تونس، باش تكون في العبدليه ابارتيغ من نهار الاثنين. نهار واش باش تكونوا كان في تونس العاصمه مدام عواطف؟ واش كنا في الجهات؟ كنتوا في الجهات؟ احنا كنا في الجهات، احنا كنا في التتاوين، ونهار الاحد اللي تعدى عملنا الاختتام في قاسرين. في القاسرين. سيتي مانيفيك، انا ترافاي افيك لي ستوديون اللي من اولاد الجهه، مي مش كان لي ستوديون، من لي زيكول دار، هزينا دي زارتيست من تونس، دونك صارت اون انتراكسيون entre اللي جازينيهم واللي ابناء الجهه. عملنا برشا مابينغ في لي سيت اركيولوجيك، خاطر زاد الدوره هذه حبينا نكونوا خدمنا مع الـ INPI، دونك خدمنا مع وكاله التراث وكل شيء. نحب زاد نقول اللي في الدوره هذه فما دي بانيل وفما دي تولك. لي بانيل باش يصيروا ان شاء الله في النجمه الزهراء، باش يكونوا افيك دي بروفيسيونيل دو موند دو لار، دي هيستوريان جايين ان بو بارتو، من السنغال، من الجزائر، من فرنسا. لي تولك باش يصيروا في مدينه الثقافه نهار الاربعاء الصباح، افيك لي زارتيست، لي زارتيست اكسبوزون اي اوتر، افيك دي غاليريست زادا من تونس اي اوتر. البروغرام متنوع برشا، انا نقول هو حفل يلزم نحتفلوا الناس الكل مع بعضنا، اي سورتو سي غراتوي. دونك بيان، معناها الناس ما تبقاش تخمم تقول لك كيفاش باش نمشي، راهو مجاني الدخول، ومدينه الثقافه حتى الاكسي ساهل يظهر لي ومغطاة، نجموا نمشيو ونعديو غدوه من 5 نتاع العشيه نكتشفوا المهرجان بالفنون اللي باش يتم العرض نتاعها. التوانسه يتبعوا البانتور ويتبعوا الفنون هذه اليوم يطرحها المهرجان،
والا لا؟ يعني شنو لازمنا نعملوا باش احنا خليو التوانسه يجيو يشوفوا اليوم؟ ان فيت مازال الفن ما دخلش للديار الكل. عنده جمهوره الخاص. Malheureusement, مازال عنده جمهور الخاص، اما احنا نحبوا نخدموا اور لي ميور، وعلى بالك مشينا للجهات بوغ ترافاي اور لي ميور. اور لي ميور معناها انك تكون مع لي سيتوان، مع العباد، مع الناس، يجي يسالك شنو هذا؟ دونك انت تخليه يكون عنده فضول باش انه يعرف، كي يولي عنده فضول يولي يجي يشوف، يولي يحب يعرف اكثر، يولي يحب يكتشف، يولي يحب يسمع الارتيست كي يتكلم. دونك انا دايوغ نستدعاهم باش يجيو يسمعوا لي زارتيست يتكلموا على لي زوفغ نتاعهم. توانسه ولا حتى اجانب اللي باش يكونوا موجودين؟ توانسه واجانب. باش تصير ورشات غدوه في ال لا ورشات، كملنا الورشات مع الجهات. دونك اون فافواغ دي اكسبوزيسيون دار فوالا. باهي نعاودوا نتوجهوا للتوانسه نقولوا لهم غدوه 5 نتاع العشاء تنجموا تمشيوا مدينه الثقافه، فما افتتاح ايام قتاج الفن المعاصر اللي هي كانت موجوده في القصرين وفي تطاوين ايضا، لكن غدوه موجوده في مدينه الثقافه. العروض باش تكون تونسيه كيف كيف؟ ثم عروض موسيقيه غير ثم عروض موسيقيه غدوه في الافتتاح ولا في الكلوتور ان شاء الله؟ باش يكون فما دي بيرفورمانس وفما عروض موسيقيه وبيان سيغ باش نكرموا بعض الوجوه اللي ما نجموش ما نكرموهمش كي نحكيوا على الاقل. كيما شكون مثلا ولا معاد؟ مازلنا ما عندناش ما زلتوا ما قررتوش في علي قبل، معناها باش يكون فما تكريم وباش يكون فما حفل اختتام في علي قبل المهرجان هذا. نتمنى لك التوفيق مع الفريق العامل معك زيدا في اداره المهرجان، والتوانسه خليكم امشي وشوفوا لي غالري، ادخلوا شوفوا الرسامين التوانسه وغير الرسامين التوانسه، وغدوه عندكم موعد 5 متاع العشاء نهار السبت تنجموا تمشيوا الى مدينه الثقافه وتتابعوا الافتتاح هذا. حبيت نشكرك برشا. شكرا لك. شكرا على الاستضافه. مرحبا مدام عواد في الخضراوي، واحنا في جزء اهم من برنامجنا ديما في اخر البرنامج يكون عندنا هالتوش هذه الثقافيه حتى نكونوا موجودين معكم في الساحه. بالتوفيق لكم وكم اداره المهرجان، ونعزي المشاهدين نقول لكم صباح الخير، نتقابل معكم ان شاء الله نهار الاثنين في الامان.